أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. عودة جديدة لبرنامج البيت الكبير بعد أجازة، مش أجازة مني يعني، أجازة قصيرة. كان عندنا مونديال، هذا المونديال أو هذا البرنامج اللي احنا بنعمله خصيصا للمونديال، الأهلي في المونديال لن تراه إلا على شاشة قناة النادي الأهلي. 9 مواسم أو 9 مرات النادي الأهلي كان اشترك فيهم في كأس العالم للأندية، وخلال ال9 مرات أو يعني على الأقل ال4 5 مرات الأخيرة كنا دائما ما نكون مع حضراتكم من خلال برنامج الأهلي في المونديال. الحمد لله حققنا البرونزية دلوقتي بعد برنامج الأهلي في المونديال. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية لبرنامج البيت الكبير عشان نتابع كل البطولات والأحداث الرياضية. وعندنا النهارده ان شاء الله او عندنا بكره ان شاء الله فريق النادي الاهلي هيخوض تحدي جديد على طول كده بدون اي مقدمات وبدون راحه، وهو ده ضريبه البطولات، هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، انك تبقى دايما على منصات التتويج. النادي الاهلي دايما قراره منصات التتويج بالنسبه لجمهوره. بكره النادي الاهلي مواجهه اكيده، مواجهه قويه جدا أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المقام في أبو ظبي. بالمناسبة كان هناك طلب تم تقديمه من النادي الأهلي بمحاولة لتأجيل هذه المباراة لمدة 24 ساعة، وحاول البعض في اتحاد كرة القدم إن هم ده بناء على تعليقات أو بناء على تصريح من الأستاذ أو الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، اللي قال إن الموضوع ما كانش يعني ارتباطات بقالنا شهرين اللي تم تحديد هذا الموعد، وبالتالي من شهرين تم تحديد هذا الموعد، وبالتالي صعب جدا إن احنا نأجل هذا الأمر. وأيضا مجلس أبو ظبي وأبو ظبي عندهم مباراة في السوبر أو ارتباطات أخرى بداية من يوم 29، وبالتالي تم رفض هذا الطلب. حاولنا أن احنا خلال الكام يوم اللي فاتوا أن احنا نقول يا جماعة من فضلكم النادي الأهلي كان بيمثل مصر في كأس العالم للأندية، النادي الأهلي هو ثالث العالم، النادي الأهلي اللعيبة دي لعبت يوم الجمعة ويدوبك رايحة السبت ووصلت النهاردة الإمارات أو امبارح بالليل الإمارات. النهاردة طول النهار هنقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل، بكرة المباراة مباشرة. الله يكون في عونهم، هذا الجيل من اللاعبين يستحق مننا كل التحية وكل التحية وكل التقدير خلال الفترة اللي جاية. فإن شاء الله بكرة بطولة السوبر في ثوبها الجديد بمشاركة 4 فرق، الأهلي، بيراميدز، فيوتشر، سيراميكا كليوباترا، أندية المربع الذهبي اللي هي في الموسم الماضي. وده يعكس مدى قوة هذه البطولة. القصة يعني زي ما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي لعب مباراة البرونزية يوم الجمعة، هتلعب فريق قوي، فريق بقاله اسبوع قاعد في الامارات اللي هو نادي سيراميكا كليوباترا. بالمناسبة كابتن ايمن الرمادي قاعد اخد الفرقة من اسبوع وقاعد فيها في الامارات، وبالتالي لعبنا مباراة البرونزية يوم الجمعة في السعودية، توجنا بهذه الميدالية بعد مباراة بطولية وماراثونية وصعبة جدا أمام بطل اليابان، ثم سافر النادي الأهلي إلى الإمارات، وصل امبارح، تخيلوا امبارح، النهاردة المران طبعا بسيط جدا عشان الإجهاد، عشان يلعب بكرة إن شاء الله مواجهة غاية في القوة أمام سيراميكا كليوباترا، بعدما تم رفض النادي الأهلي بتأجيل طلب النادي الأهلي بتأجيل هذه المباراة 24 ساعة زي ما قلت لحضراتكم. ولكن كالعادة زي ما قلت لم يتم مراعاة ارتباطات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، زي من فترة برضو لم يتم مراعاة ارتباطات النادي الأهلي اللي كانت موجودة قبل كده في كأس العالم للأندية برضو لو تتذكروا أيام كأس الأمم الأفريقية والموضوع اللي حصل. النادي الأهلي كان بيمثل مصر ولا كأنه شرف مصر ولا حاجة، يعني بعدما حطم كل هذه الأرقام القياسية وأصبح حديث الصحف العالمية، كل ده لم يتم أخذه في الاعتبار. وعادي كل الأمور مشيت عادي، الناس بتتعامل مع لعيبة النادي الأهلي على أنهم مكن الحقيقة يعني، ومكن وألماني كمان يعني، ما بيبصش، مفيش راحة. على العموم زي ما قلت لحضراتكم انه هي دي اقدار الابطال، وكل لعيبه النادي الاهلي رجاله وجهازهم الفني
هذا الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر الحقيقة إن شاء الله يكونوا قادرين على تخطي هذه العقبة والتأهل للمباراة النهائية، وإن شاء الله التتويج بهذه البطولة. هنتكلم كتير في هذا الأمر، ولكن خلينا نطلع نشوف رسالة كولر قالها لكل جماهير النادي الأهلي في الإمارات. نطلع نشوف هذه الرسالة وماذا قال كولر لجماهير النادي الأهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. Fans, wir sind hier noch im leeren Stadion und wir hoffen, dass ihr morgen mit dabei seid, dass ihr uns unterstützt, dass ihr, dass ich das spüre auch, wie in den Spielen zu Hause oder sonst irgendwo auswärts, wo ihr uns tatkräftig unterstützt und dementsprechend kommt ins Stadion, zeigt, dass ihr alle Fans seid und unterstützt euch. Wir haben noch keinen Titel geholt, mit euch wollen wir versuchen, das erste Spiel zu gewinnen, ins Finale zu kommen und diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen. رسالة خاصة لجمهور النادي الأهلي. احنا واقفين دلوقتي في الاستاد فاضي، استاد فاضي بيبقى ميت، من غير جمهور النادي الأهلي ملوش روح ملوش حياة. احنا محتاجينكم بكرة، محتاجينكم تكون معانا داعمين لينا. أنا بحب جمهور النادي الأهلي جدا وعارف إن هم دايما في ظهرنا، دايما مساندين لينا. محتاجكم بكرة جدا، محتاجينكم في ماتش بكرة بشكل غير عادي. جمهور النادي الأهلي لازم تكون حاضر بكرة، لازم تكون معانا بكرة عشان نوصل للنهائي إن شاء الله ونحقق اللقب مع بعض. جمهور الأهلي مستنيكم بكرة إن شاء الله. أهلي. إحنا كمان بنسقف له، بيني وبينكم لازم نسقف له. يعني الراجل بيسقف لكل جمهور الأهلي، وإحنا كمان هو بيسقف بطريقة معينة أو بحركة معينة، إحنا كمان بنسقف لك يا مستر كولر، أنت تستحق كل التحية وكل التقدير من كل جمهور النادي الأهلي الحقيقة. مفيش حد دلوقتي إلا وعنده معنى اللي أنا بقوله ده، إن هو لا يخطئ بيخطئ، مفيش حد لا يخطئ، ولكن معنى اللي أنا بقوله ده إن كل جمهور النادي الأهلي بيحب هذا الرجل، كل جمهور النادي الأهلي يثق في هذا الرجل. وهو بيقول رسالة مهمة جدا جدا، كلنا ثقة في جمهور النادي الأهلي، في تواجد جمهور النادي الأهلي بكرة إن شاء الله لمساندة الفريق. ليه أنا بقول هذا الكلام، أو ليه هو كمان كولر قال هذا الكلام؟ لأنه جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد، وهو سر انتصارات وبطولات النادي الأهلي. كل مرة هنقول هذا الكلام لأنه الجمهور، الناس تقول لي كل شوية هتقول الجمهور، كل شوية هقول الجمهور، وكل شوية هأشيد بدور الجمهور، لأنه جمهور النادي الأهلي بيكون دائما السند والداعم الأول والأخير في كل حاجة. بكرة جمهور الأهلي في الإمارات عليه مسؤولية كبيرة جدا كالعادة لمساعدة الفريق في تحقيق هذا الفوز في ظل حالة الإجهاد الكبيرة جدا اللي فيها كل اللاعبين بالمناسبة والجهاز الفني. الإجهاد مش إجهاد بدني فقط، ولكن الإجهاد دائما ما يكون إجهاد ذهني أكتر منه أي حاجة تانية. بتواجد الجماهير إن شاء الله أنا متأكد إنه هنبقى قادرين على تحقيق هذه الإنجازات، مش الإنجاز اللي إحنا نكسب البطولة دي بس، لا، أي إنجاز حققه النادي الأهلي من 1907 لغاية دلوقتي سببه الرئيسي هو حضراتكم جمهور النادي الأهلي. وأوعى حد يقول حاجة غير الكلام ده. كل يوم هتقول الكلام ده، كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه جمهور النادي الاهلي على دماغه وعلى راسه يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه، لانه جمهور واعي ويقف ويساند ويدعم فريقه دائما وبدون اي، هو اللي بيطلع من جيبه يدي للناس، بيدي يقطع تذاكر عشان يروح المباريات، هو اللي بياكل من اعصابه وهو بيشجع فريقه. عشان كده دايما جمهورنا ده جمهوره ده حماه، زي ما بنقول جمهوره ده حماه. نروح لمنطقة اخرى، العلاقات التاريخية الكبيرة جدا والراسخة اللي تربط مصر والامارات على مدى سنين طويلة جدا وعلى كافة المستويات. تعاون رياضي كبير وواضح، وهذا التعاون اخذ الكثير من الاشكال في ظل تعزيز الحرص على الشراكة والتعاون الرياضي اللي اثمر على نجاحات رائعة وكبيرة ولافتة من خلال تنظيم 6 نسخ سابقة لبطولة السوبر المصري في أبو ظبي. والموضوع ده امتداد كبير جدا للعلاقات الوطيدة اللي تربط بين الدولتين الشقيقتين على الصعيدين الرسمي والشعبي. في ظل تميز الحقيقة مجلس أبو ظبي الرياضي في إخراج السوبر المصري بما يليق بسمعة وعراقة كرة القدم المصرية وتاريخ الأندية المشاركة في السوبر. لكن دائما احنا بنبقى ضامنين نجاح هذه البطولة. ليه؟ لان احنا متأكدين ان هناك تنظيم رائع وجمهور رائع،
ولان دوله الامارات هي يعني بالنسبه لنا احنا بقى كاهلاويه هي تميمه الحظ للنادي الاهلي في التتويج بالبطولات والالقاب. خلي بال حضراتكم الامارات العربيه بلد رائع، الامارات العربيه بلد بروفيشنال او بلد محترف في تنظيم لكل الايفنتات اللي بتحصل، عشان كده بنحب نروح نعمل هناك ايفنتات. النادي الاهلي دايما بما انه نادي محترف وكبير دايما بيحب يروح يعمل كده هناك. والمهندس سيف الوزير الحقيقه له دور كبير، رئيس مجلس اداره شركه استادات والنائب رئيس مجلس اداره المتحده سبورت له دور كبير جدا الحقيقه في كل هذه الامور، وبالتالي مهم جدا 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 نعرف الدور الكبير اللي عاملاه الامارات العربيه الشقيقه، ولان الامارات دايما بتجمع ما بين الماضي الجميل بالتقدم والازدهار. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. تربط الدولتين على الصعيدين الرسمي والشعبي، لا سيما في ظل تميز مجلس ابو ظبي الرياضي في اخراج الحقيقه التعاون يدعو الى الفخر واضافه كبيره للرياضه المصريه والاماراتيه، دولتين اشقاء وتعاون يؤدي دائما الى نجاحات على كل الاصعده. خلينا بقى ندخل في اجواء مباراه بكره ان شاء الله الاهلي وسيراميكا ونشوف كولر والشناوي قالوا ايه النهارده في المؤتمر الصحفي، ونرجع نتكلم في موضوعات مهمه جدا جدا ونرد على كل من يحاول ان يقلل من انجاز النادي الاهلي ومن تاريخ النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف في المؤتمر الصحفي ماذا قال كولر والشناوي ونرجع نكمل بقى مع حضراتكم مره اخرى. Freuen wir uns, wenn das Stadion voll sein wird und ja, unsere Fans uns anfeuern, damit wir so richtig Energie haben. كلمة تحضير كلمة كبيرة شوية اللي احنا بنشوفه بقالنا يومين. احنا لعبنا ماتش قوي جدا يوم الجمعة، يوم السبت اتمرنا في جدة، احنا لسه جايين امبارح بالليل متأخر، اتمرنا تمرينة واحدة في جدة، تمرينة الناس اللي ما شاركتش في الماتش بتاع يوم الجمعة، واللعيبة اللي شاركت كانت في الفندق في الجيم بتعمل استشفاء، اتمرنت مع مجموعة صغيرة يوم السبت، بعد كده سافرنا لسه جايين امبارح بالليل. النهاردة اللعيبة اللي شاركت في الماتش هتنزل معانا التمرين النهارده، لكن التمرين ما يقدرش ان هو يبقى تمرين شديد او قوي، لان احنا لسه في مرحله الاستشفاء واعاده البناء البدني عشان نقدر ان احنا نلعب ماتش بكره مره ثانيه. ففكره الاستعداد او التحضير دي يعني هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا في ظل هذه الظروف، لكن احنا بدانا الشكل النظري، اتفرجنا على فيديو فيه عن تحليل لماتش لفريق سيراميكا، وانا قلت اللعيبه بشكل واضح واللعيبه متهيألي مدركه ده جدا، فريق سيراميكا فريق قوي جدا، فريق محترم جدا، بيلعب كره كويسه، هيحتاج مننا مجهود كبير جدا عشان نقدر ان احنا نجاريه بكره، هنقدر محتاجين تركيزنا يكون 100%، محتاجين ان احنا نكون ذهنيا وبدنيا في اعلى مستويات عشان نقدر نتخطى فريق بالقوه دي. وده اللعيبه عارفاه واحنا عارفينه وبنحاول ان احنا نتكلم فيه طول الوقت من اول ما وصلنا هنا. بنتمنى بكره، ودي نقطه قوه لينا محتاجينها بكره جدا، هي الجمهور. بنتمنى ان جمهور النادي الاهلي يقفل الملعب بكره، لان هو ده اللي هيدينا طاقه ان احنا نقدر ان احنا نضغط، ان احنا نقدر ان احنا نتحرك، ان احنا نقدر ان احنا نطلع من الحاله دي بسرعه وان احنا نكون في احسن حاله. سلاح قوي جدا سلاح جمهور النادي الاهلي، وبتمنى ان هو يكون معانا بكره، ان ده هيفرق معانا كتير. So, dass wir natürlich ein großes Kader haben und dementsprechend ja, wird es morgen sicher auch die eine oder andere Änderung geben. Aber das ist noch nicht für heute schon vorgesehen, dass wir das schon kommunizieren. Wir werden das dann kurz vor dem Spiel mitteilen und dementsprechend eben wissen unsere Spieler, was zu tun ist und kennen diesen Rhythmus, weil wir schon seit Wochen in diesem Rhythmus spielen. Und dementsprechend gilt es, sich zu konzentrieren und das abzurufen, was wir müssen, damit wir schlussendlich dann als Sieg vom Platz gehen können. اعتقد ان احنا مع حضرتك حق، لكن احنا لعبتنا عندها خبرات كبيره جدا انها قدرت تقدر تتعامل مع رتم زي كده، دي مش حاجه جديده عليهم. احنا من السنه اللي فاتت واحنا تقريبا الموسم اللي فات برضه كان بيجينا لحظات كده في الموسم كنا بنلعب بالريتم ده، لعيبتنا متعوده على الريتم ده وعارفه تتعامل معاه ازاي، عندهم الخبرات كيفيه التعامل مع الريتم ده، لكن احنا بنحاول طبعا هنطلع احسن ما عندنا بكره بالتاكيد. احنا عندنا قائمه كبيره جدا من اللاعبين، فيها لاعبين كتير مميزه، فبالتاكيد بكره هيبقى في تغييرات
او تعديلات في التشكيل او ناس هتلعب لاول مره، لكن ده مش مكانه النهارده ان انا ولا وقته ان انا اقول قبل المباراه مين موجود ومين مش موجود او تشكيل. التشكيل بيتم اعلانه قبل المباراه مباشره، لكن في النهايه اي 11 هيتم اختيارهم للمباراه انا متاكد واثق فيهم وعارف ان هم هيقدروا يتعاملوا ازاي مع الموقف اللي احنا فيه والضغط ده، لان خبراتهم تسمح بده. اهم حاجه بالنسبه لي هي بكره هتبقى عنصر التركيز، نقطه التركيز دي هي اهم حاجه، ان اللعيبه تبقى في قمه تركيزها وتقدر تطلع كل ما عندها عشان تقدر تتخطى ماتش صعب زي ده. unsere Spieler kennen solche Spiele, also es ist ein Halbfinale, wir können ins Finale kommen, wir können einen Titel holen. Wir haben in diesem Jahr noch keinen Titel geholt. Wir haben drei Wettbewerbe gespielt und noch keinen Titel geholt. Also da muss jeder Spieler muss so heiß sein, um endlich in dem Jahr einen Titel zu holen, dass, ja, dass wir das dementsprechend dann auch so umsetzen, wie wir uns das vornehmen und alles dafür tun und nicht jammern, okay, zu viel, die haben eine Woche Pause. Ja, okay, ist vielleicht auch gut, wenn man regelmäßig spielt, weil dann ist man im Rhythmus. Ja. Wenn man natürlich auch wieder längere Zeit dann nicht spielt, dann braucht man wieder gewisse Zeit, damit man ins Spiel reinkommt. Und das haben wir nicht. Ja. Wir laufen auf Hochtouren und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das morgen auch klappen kann. لا خالص، انا متاكد، عارف واثق في لعيبتي جدا وعارف ان هم مقدرين حجم المسؤوليه جدا وان هم هيعملوا كل حاجه عندهم عشان خاطر احنا لغايه دلوقتي في اول موسم، من اول موسم شاركنا في ثلاث بطولات، خسرنا نعتبر ثلاث بطولات اللي احنا شاركنا فيهم، فاللعيبه عارفه المسؤوليه دي كويس جدا، ان الموضوع ما فيش مجال فيه للتهاون، لازم اقصى ما عندنا عشان خاطر ناخد اول بطوله النادي الاهلي. النادي الاهلي يخسر ثلاث بطولات دي مش حاجه هينه، فاللعيبه مقدره المسؤوليه دي جدا وعارفين ايه اللي قدامهم وايه اللي احنا محتاجينه. احنا داخلين على نص نهائي او قبل نهائي، قبل نهائي في اي بطوله اسمه قبل نهائي لازم تدي فيه كل حاجه، فاللعيبه عارفه مسؤولياتها، احنا عارفين مسؤوليتنا، مركزين، ما عندناش مجال للشكوى وان احنا نشتكي احنا تعبانين والتانيين مريحين، ما فيش الكلام ده ومش هندور على اي اعذار. وخصوصا ان برده ممكن واحد يبص للموضوع من ناحيه ثانيه، ان احنا بنلعب ماتشات معناه ان احنا رتمنا كويس، ان احنا داخلين في رتم ماتشات عكس فرقه تانية ممكن تكون لما بتاخد اجازه طويله بتحتاج وقت اطول عشان تخش في رتم الماتشات. يعني احنا تركيزنا حاضر، ذهنيا حاضرين وقادرين، وان شاء الله باذن الله احنا هنعمل كل ما نقدر عليه عشان نقدر ان احنا نتخطى ماتش بكره وناخد اللقب ده المهم جدا للنادي. اكيد طبعا المباراه، احنا عارفين المباراه بالنسبه لنا يعني مباراه صعبه جدا، واحنا عارفين فريق سيراميكا كويس جدا لسه لاعبينها من قريب، وزي الكوتش ما قال احنا لسه واصلين امبارح بالليل، احنا دلوقتي بنحضر المباراه، يعني اتفرجنا على الفرقه النهارده، عندنا تمرين النهارده وبنحضر بشكل كويس، واللعيبه بتاعت النادي الاهلي عارفه المباراه صعبه وده اللي احنا اتكلمنا فيه، وعارفين البطولة دي مهمة بالنسبة لنا ومهمة للجمهور، عشان كده احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ويوفقنا ونصعد للنهاية ان شاء الله. وصلنا لفقرة حائط صد. الحقيقة أنا كنت مفتقد الفقرة دي جدا خلال الفترة اللي فاتت، لأنه ناس كتيرة جدا كانت بتقول لي يا عم إسلام هو مفيش حائط صد كان بيجي في الاهلي في المونديال. الاهلي في المونديال يعني كنا بنتكلم عن فريقنا اكتر، بنحاول نتكلم من النواحي الفنيه والكلام ده كله، لكن النهارده بعد ما تبقى تالت لرابع مره في كاس العالم للانديه وتصل للميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخ المشاركات النادي الاهلي، تجد ان هناك البعض بيحاول ان يقلل من هذا الانجاز. سؤال، وانتم ما زهقتوش؟ السؤال ده موجه لكل الاستديوهات الكوميدية الحقيقة وبعض الشخصيات الإعلامية اللي مش بتحب النادي الأهلي. باختصار، الأهلي في كأس العالم للأندية في الأول، خليني أبدأ معاكم، الأول كانوا بيقولوا أصله هيخسر بنتيجة كبيرة من اتحاد جدة. هي هذه الاستديوهات الكوميدية اللي جوه مصر واللي بره مصر، اللي جوه مصر واللي بره مصر. فكسبنا اتحاد جدة وبنتيجة كبيرة، خسرنا قدام فلومينينزي، ولكن أدائنا في فلومينينزي كان أفضل أداء في الشوط الأول تحديدا، وأخطاء تحكيمية واضحة وبالجملة، مش إسلام اللي بيقول، كل خبراء التحكيم هي اللي اتكلمت في هذا الأمر، فمش عارفين يتكلموا. فكسبت نادي أوراوا الياباني في اللي هو بطل آسيا بالمناسبة، اللي كسب نادي الهلال في النهائي وكسب،
فتكسب البرونزيه في كاس العالم يقول لك لا ده كان لازم يصعد الاهلي، يصعد للنهائي. صح، بيني وبينكم الاهلي كان لازم يصعد للنهائي. طب يا استاذ يا اللي بتتكلم، ما تصعد انت الاول بفريقك للبطوله اساسا، او خد دوري ابطال افريقيا، او خد دوري ابطال اسيا. محدش عارف مين اللي بيتكلم. وبعد كده بقى اتكلم عن النهائي، بس ما ينفعش تنظر على النادي الاهلي. الاهلي كتب التاريخ باربع ميداليات برونزيه عالميه، لم يسبق للنادي الاهلي احد في هذا الامر، ولم يصعد من مصر للبطوله اي فريق اخر. وانا هنا بتكلم على الاستوديوهات بقى بتاعت مصر، لان الاستوديوهات بتاعت بره لسه هتكلم عنها في وقتها. ولم يحقق اي فريق افريقي او عربي عدد الانتصارات اللي حققها النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. ولم يحقق اي لاعب مصري الارقام اللي حققها لاعيبه النادي الاهلي في كل المراكز في كاس العالم للانديه. ولسه الناس بتتكلم وبتحاول ان تقلل من نجاحات النادي الاهلي، حاجه غريبه جدا. لكن اللي لازم الواحد يقف عنده شويه بقى يعني، ويقول هنا عيب. هو محلل شاب مشهور بالالماني، المحلل ده حل وهو بيحلل حاول ان يقلل من النادي الاهلي بشكل يتنافى تماما مع الصوره اللي كان بيحاول ان يقدم بيها نفسه قبل كده، انه اهلاوي وعلى انه محلل محايد وهكذا زي ما حضراتكم عارفين. وده كان قبل مواجهه التحجات، فالنادي الاهلي كسب التحجات. فبدل ما يراجع نفسه هذا المحلل ويحاول ان يحافظ على مصداقيته قدام الجمهور، حاول ان يقلل مره اخرى امام النادي الاهلي او من النادي الاهلي، ويقول ايه؟ لو كان النادي الاهلي لعب الهلال كانت النتيجه هتبقى مختلفه. فانا قعدت اتذكر كده، هو مش الاهلي ده اللي كسب الهلال السنه اللي فاتت تقريبا ولا اللي قبلها؟ 4 اعتقد في مباراه البرونزيه قبل كده، والمره دي كسبنا اتحاد جده. طيب هو مش النادي الاهلي ده اللي كسب البرونزيه على حساب بطل اسيا اللي كان كسبان نادي الهلال في النهائي؟ طيب حضرتك شكلك ايه دلوقتي قدام نفسك؟ مش هقول لك قدام الناس، ولكن قدام نفسك بتقول لنفسك ايه وانت قاعد تبص في المرايه؟ الحقيقه انا كل مره بلاقي نفسي في بعض الامور بستغرب جدا جدا، لانه انا نفسي كان بيتقال لي من هذا الشخص، انا تحديدا مش حد تاني، ان انا اهلاوي جدا وكل حاجه، ولكن في بعض الاوقات بنتقد اداء الاهلي. ولكن ان تنتقد اداء الاهلي في غير مكانه، في غير مكانه، اعتقد ان ده شيء مش طبيعي، شيء مش طبيعي. انت هنا مش بتحلل الاهلي واتحاد جده مثلا، لا انت بتحلل حاجات تانية مش هقدر اتكلم عنها، لان احنا يعني انت هنا بتحلل حاجات تانية مش هقول ايه. والاغرب بعد هذا الفيديو انتشار فيديو لقناه عربيه بيتكلم على مغالطات حتى في الارقام اللي بيقولها. يا جماعه من فضل حضراتكم، اي اعلامي في مصر او في الوطن العربي، كلهم اخواتنا واصدقائنا وبنتعلم منهم، انا ولا حاجه، انا حد قد كده بالنسبه لهم. انا عارف طبعا هيطلعوا يقولوا ويشتموا الكلام اللطيف ده، انا عارف انا حد قد كده وما ينفعش اشتغل وما ينفعش، والكلام اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه، ما عنديش مشكله، اللي عايز يقول حاجه يقولها. انا بتكلم هنا اللي بيطلعوا يقولوا هذا الكلام. انا قبل ما اطلع اتكلم في اي حاجه بعمل ايه؟ عندي فريق اعداد محترم محترم بيشوف لي كل حاجه غير ان انا بشوفه، فما ينفعش اطلع اقول ارقام غلط، ولو طلعت قلت رقم غلط لازم اعتذر عنه، لانه اللي حصل ان اتقالت ارقام ما تتقالش من اعلامي لسه تحت التمرين، لسه ما بداش، مغالطات كل الهدف منها التقليل من النادي الاهلي فقط لا غير. بس ما فيش مانع ان انا ارد، وارد انا
عن نفسي، لما ارد هرد بالارقام. والاهلي اتقال ايه؟ الاهلي اكثر الفرق خساره لمباريات، اهلا وسهلا. على الاقل على عايز اقول لحضرتك حاجه، دي حقيقه. ولكن ليه؟ لان النادي الاهلي اكثر الفرق خوضا للمباريات في كاس العالم للانديه من الاساس. يعني مفيش فريق في العالم لعب عدد مباريات في كاس العالم للانديه زي النادي الاهلي ما لعب. يعني لما تقول لي الاهلي خسر كام ماتش هقول لك، بس هقول لك الاهلي لعب كام ماتش. وهات لي نادي في العالم كله لعب العدد اللي النادي الاهلي لعبه في كاس العالم. يعني انا بتكلم هنا عن كاس العالم على مر التاريخ. وخليني اكلم بالارقام. الاهلي لعب 11 مباراه في البطوله، كسبان من 25 مباراه، انا اسف، في البطوله كسبان منهم 11. مش كسبان بس، ده كسبان وواخد 4 ميداليات عالميه. لا يوجد فريق عربي ولا افريقي عملها. فلما تتكلم اتكلم على قدك. شوف لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي شوف انت بتتكلم على مين. وما ينفعش تقول كلام غلط وغير صحيح، وما ينفعش تقول كلام لمجرد ان انت تتكلم وتغلط في النادي الاهلي عشان انت تبقى مشهور. انا مش هقول اسمك، مش هقول اسمك. وبيقول لك ايه؟ اصل الشناوي اكثر حارس تلقى اهداف في البطوله. طب ما تبص على الصوره كامله، بص على الجانب الاخر، هتلاقي ان الشناوي اكثر حارس مرمى مشارك في تاريخ البطوله. الحارس اللي انت بتتكلم عنه ده متوج ب3 ميداليات عالميه. وبالمناسبه الشناوي هو الحارس الوحيد اللي خد جايزه رجل المباراه في كاس العالم للمنتخبات وكاس العالم للانديه. صعب قوي ان حد يعملها مره تانية، سواء عربي بقى او افريقي او حتى عالمي. خلي بالكم كلام كله مغالطات عن ان النادي الاهلي خسر من انديه كذا وانديه كذا وانديه كذا. خليني اقول لك ان الاهلي فاز على 2/3 العالم يا محترمين. الاهلي بيحقق انتصارات على انديه اسيا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واوقيانوسيا، ما وقفش قدامه غير انديه اوروبا بس. لما تتكلم تاني يا حبيبي اتكلم على قدك. ويا ريت اللي بيتكلم ايا ما كانت جنسيته يقول لنا هي الانديه اللي عنده عملت ايه؟ عملت ايه في البطوله؟ ولعبت كام ماتش؟ وكسبت كام ماتش؟ ده بدل ما الناس دي تطلع تتكلم عن النادي الاهلي بشكل محترم. على فكره انا ما عنديش مشكله تقول ان النادي الاهلي اتغلب او اكتر نادي اتغلب في كاس العالم للانديه، ولكن حط الصوره كامله للناس والناس تقيم كيفما ترى. ولكن هو بيعمل ايه؟ بيرمي الكلام الوحش بس، لكن ما بيقولش ان النادي الاهلي هو الاكثر مشاركه. لو عايز تتعلم ازاي تتكلم صح وتتكلم عن النادي الاهلي فقوم وقف وانت بتتكلم، ولما تيجي تتكلم تقول اللي جاي. ده اللي انا هقوله لك، ده اللي انا دي الصوره كامله. الاهلي اكثر انديه العالم خوضا للمباريات في تاريخ كاس العالم للانديه خلال على مر التاريخ. الأهلي تاني أكثر أندية العالم تحقيقا للانتصارات في كأس العالم للأندية خلفا لمين؟ لريال مدريد، وبفارق انتصار وحيد. والخسارة دي كانت تقدر تقول إنها قدام ريال مدريد برضو، يعني كبار مع بعض. الأهلي صاحب أكبر عدد من اللاعبين المسجلين للأهداف في كأس العالم للأندية، 14 لاعب. الأهلي صاحب أكبر عدد من اللاعبين الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، قايمة أول 10 لاعبين الأكثر مشاركة فيها 7 لاعبين من النادي الأهلي. الأهلي أكثر فريق في العالم وصل المربع الذهبي لكأس العالم للأندية طوال تاريخ البطولة. بعد كده أقول الكلام اللي أنت قلته،
ان النادي الاهلي اكثر الانديه هزيمه في كاس العالم واكثر الانديه مش عارف ايه والكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده، مش فاضي. هو يعني كان من المفترض ان يتم وضعه في سياقه، اتعلم قبل ما تتكلم وقف انتباه لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي. عمرنا كنادي اهلي ما بنغلط في حد، عمرنا ما بنغلط في حد. عموما التاريخ المفروض يعلم اللي عاوز يتكلم. وبالمناسبه مش عايز حد يراهن على فرق منافسه للنادي الاهلي مهما كان اسمها ومهما كان اسمه اللي بيقول كده ومهما كانت حاله النادي الاهلي الفنيه، لان النادي الاهلي وراه جمهور كبير وعظيم وعنده تقاليد ومبادئ، دايما بيكون عنده لعيبه عارفه قيمه التيشيرت الاهلي وعارفين ان الجمهور ده لازم يفرح. مش مهم اسم المنافس، المهم العب كره حلوه واحقق الانتصار وجمهور النادي الاهلي يروح بيته مبسوط سواء كان في مصر او بره مصر. ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، وهو ده الاهلي في اللي العالم كله يعرفه وبيحترمه. بس للاسف الشديد في ناس ما بتتعلمش. وعايز اختم كلامي للناس دي، هتعيشوا، بلاش الكلمه التانيه، هتعيشوا وتحاولوا توقعوا النادي الاهلي بكلامكم مش هتعرفوا، وهيفضل كلامكم صدقوني بلا قيمه بالنسبه للاهلي والاهلاويه، لانه الاهلي ما بيسمعش الكلام ده ولا جمهوره وما بيبصش وراه وما بيخشش في خناقات. الاهلي دايما عينه على الانجاز، احنا عندنا انجاز عايزين نفكر فيه وعندنا بطوله عايزين نفكر فيها اللي هي من بكره هنلعب اولى مبارياتها. كل موسم بنجدد دوافعنا مهما كانت الظروف. لكن انت هتفضل تتكلم 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 وتبص على النادي الاهلي، عارف احنا هنبص لك ازاي دايما؟ هنبص لك لتحت كده. لان انت عمرك ما انت اللي هتفضل باصص لفوق، لان الاهلي فوق، لكن انت دايما تحت كده، هنفضل باصين لك تحت كده ونقعد نضحك. ان الاهلي بيكسب وبيتوج بكل البطولات. انت هتفضل اخرك اخرك. تفضل تتكلم مش هتعمل حاجة تانية. هرجع للبطولة اللي عندنا والبطولة الجديدة للنادي الأهلي، للبطولة اللي احنا يعني هنفكر فيها. عندنا بطولة بكرة هتبدأ أولى مبارياتها، وبعد كده إن شاء الله لو ربنا كرمنا بكرة نلعب المباراة النهائية أمام الفائز من نادي مودرن فيوتشر ونادي بيراميدز. عموما خلونا نروح للإمارات ونقرب من كواليس البطولة أكتر. بينضم إلينا ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ محمد مراد، نعرف منه آخر الاستعدادات الفرق ونعرف كواليس أكتر عن مباريات بكرة. أستاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ حبيبي كابتن إسلام، وكل سنة حضرتك طيب وبخير. طيب. أكمل على كلامك كده، يعني الحمد لله. مش عايز أقول الأهلي، لا، الأهلي في أي مكان بيبقى إضافة ومكسب لأي بلد بيتاج فيها، سواء بطولة السوبر أو كأس مصر، نفس الأمر الزمالك، نفس الأمر عندنا أندية كبيرة جدا الحقيقة نفتخر بيها في أي مكان، سواء في الإمارات. الحقيقة اللي بنشكرهم على التنظيم والاستضافه وحسن الاستقبال وحسن التنظيم. الحقيقه الحمد لله حضرتك طبعا متابع النهارده المؤتمرات ومتابع التدريبات، حاجه جميله جدا بصراحه. الدنيا زي الفل والدنيا ماشيه كويس. بس هرجع واقول لك كابتن، يعني زي ما قلت لك خالص، الحمد لله الاهلي بشعبيته يعني بيضيف لاي بطوله بيبقى موجود فيها. الاهلي لما بيدخل اي بطوله بيبقى طبعا هدفه الاول والاخير للمكسب، هدفه الاول والاخير ان هو يبقى رقم واحد. والتقدير يا كابتن، يعني طبعا انا مش عايز اقول مبروك في النادي الاهلي على البرونزيه، لا، يعني الجماهير كانت مستنيه طبعا الاهلي يبقى موجود في النهائي وموجود ويحقق البطوله، ما عادش بقى زي زمان اللي هو احنا بنلعب فرقه كبيره، لا، الاهلي يعني زي ما عود جماهيره وان هو في اي ماتش بيدخل بيلعب على الثلاث نقاط. الحمد لله النهارده كان بدايه المؤتمرات وشفنا تصريحات المدربين. معلش ممكن يا استاذ محمد، انا عارف ان انت عندك كواليس هذا الامر برضو، لانه مهم جدا ان احنا نعرف، لانه انا سمعت الحاج عامر حسين وهو بيتكلم في هذا الامر. النادي الاهلي طلب وبعت تاجيل المباراه 24 ساعه وكانت هناك محاولات برضو عشان نودي للناس وجهه النظر كامله. كان هناك محاولات ولكن للاسف الحقيقه ان مجلس ابو ظبي كان مرتبط بامور اخرى بعد يوم 28 وبالتالي لم يتم الموافقه على التاجيل.
يعني انا اقول لك حاجه كابتن، يعني هو في الاول خالص الحاج عامر او لجنه مسابقات او اتحاد الكوره وكانوا باعتين مواعيد الماتشات قبلها بشهرين صحيح، قبلها بشهرين، يوم 26 ويوم 29 تمام. فالحقيقه زي ما انت حضرتك قلت طبعا لجنه ابو ظبي مرتبط باول حاجه بالسوبر الاماراتي موجود هنا، ثاني حاجه عندهم ماراثون زايد الخيري يوم 30 في العاصمه الاداريه، وده حدث كبير وفيه اهتمام كبير جدا من جانب مجلس الوزراء من جانب الدوله المصريه، فبرضه كانوا عايزين يعني هم مرتبطين بالحدثين دول، ف يعني مش عايز اقول باخذ لهم يعني فضلوا ان الماتشات تبقى يوم 25 و28. زي ما قلت لك ان كانت محاولات ثانيه يعني بعد ما الاهلي طلب في محاولات من اتحاد الكوره ان هو يتم ترحيل المباريات في 24 ساعه، لكن زي ما قلت لحضرتك يعني لو رحلت الماتش الاولاني هتبقى يوم 26، فبالتالي الماتشات الثانيه هيبقى تبقى يوم 29، فبالتالي انت عندك اربع فرق فمظبط امورك على حجوزات سواء بقى الفنادق او سواء الطيران والعوده للقاهره، وزي ما والاهم ان هو الارتباط اللي مرتبطه بيه اللي هو مرض الخيري تبقى مرض زايد الخيري اللي موجود في العاصمه دي، ارتباطات اخرى يعني. فده كان السبب الرئيسي يا كابتن في ان هو الماتش ما يتمش تاجيله 24 ساعه، لكن النهارده مستر الكوره اتكلم في المؤتمر واتكلم في الحته دي تحديدا وقال لك طبعا الظروف صعبه، لسه راجع امبارح طبعا من جده، لكن عندي الحمد لله اللعيبه جاهزه ولاعيبه كبيره ولاعيبه اصحاب خبره وبنلعب اي ماتش للفوز وبنلعب اي بطوله اللي احنا نبقى رقم واحد ونفوز بالبطوله. ان شاء الله عندي لعيبه يعني كبيره ولعيبه رجاله ويقدروا يحققوا الهدف المطلوب منهم. وطبعا قال ماتش صعب، ماتش يعني سيراميكا طبعا بتضم لعيبه كبيره ولعيبه على مستوى جيد جدا، وقال الماتش هيبقى قوي والاربع فرق عندهم طبعا فرص، لكن انا كاهلي موجود في اي بطوله ان انا بحقق بلعب على المركز الاول حتى في ظل الاجهاد الكبير اللي بيمر بيه النادي الاهلي الحقيقه، ولكن دايما بيبقى عيننا على او النادي الاهلي بيبقى عينه دايما على المركز الاول. نعم يعني يعني اللعيبه طبعا يا كابتن لعيبه كبار، وانت حضرتك كنت طبعا لعيب كبير في الاهلي ومنتخب مصر وكنت بتمر بالظروف دي، فانت خلاص كلاعب كبير اتعودت على الـ على الـ على الاجواء دي وعلى الازمات وعلى ضيق الوقت، فخلاص لعيبه الاهلي تعودوا على حاجه زي دي، وزي ما قلت لحضرتك يعني عنده كوكبه كبيره جدا من اللعيبه، اي لعيب منه طبعا شارك هيكون طبعا اضافه للنادي الاهلي، فماتش يعني ماتش طبعا ماتش صعب. كابتن ايمن الرمادي طبعا قال لك طبعا يعني ايا كان الظروف اللي بيمر بها النادي الاهلي، لكن هيظل النادي الاهلي طبعا فريق كبير وفريق قوي، وطبعا يعني رغم الظروف اللي يعني عودته من كاس العالم للانديه، لكن طبعا النادي الاهلي هيظل من اقوى الفرق في الكره المصريه طبعا وفريق كبير، وقال انا طبعا يعني كل فريق عنده طموح، انا عندي طموح ان انا اقدم ماتش كويس من الاهلي، وبرده كمدرب لفريق سيراميكا طبعا عايز بيلعب عن على الفوز والتاهل للمباراه النهائيه، وقال لك ان البطوله طبعا بطوله قويه وبطوله صعبه، يعني الاهم ان شاء الله تخرج بطوله كويسه تخرج بشكل مميز. كولر برضه اتكلم على حته مهمه كابتن اسلام على حته الجماهير، وقال انا يعني طبعا سعيد بوجود الجماهير في هل عندك علم يا استاذ محمد التذاكر اللي اتباعت قد ايه؟ لا والله كابتن بس هو يعني بالعدد بالظبط او تقريبا لا يعني، بس النهارده خلال الساعات الاخيره دي كان في اقبال يعني مميز في الساعات الاخيره تحديدا النهارده عن امبارح او اول امبارح، لكن اللي اقدر اقوله لك كابتن يعني زي ما الجانب الاماراتي واثق وعارف يعني مدى شعبيه الاهلي او الفرق الموجوده في البطوله، عارف ان شاء الله يبقى في اقبال جماهيري، وده الهدف يعني من الاهداف الكبيره طبعا، ان يعني مش عايز اقول لك ان في ثلاث او اربع دول يعني كل فتره بيطلبوا استضافه السوبر بعد نجاحها طبعا في الامارات ووجود الجماهير الكبير، فهم متوقعين ومتاكدين نسبة كبيرة طبعا من الجماهير هتبقى موجودة بكرة في الماتش. طيب بكرة اليوم هيمشي ازاي يا استاذ محمد؟ بص يا كابتن يعني هو الماتشين الساعة 3 و7 بتوقيت القاهرة، 5 و9 بتوقيت الامارات، يعني الماتش الاولاني طبعا زي ما حضرتك عارف
بيراميدز وفيوتشر، بعديها الفرقتين هيطلعوا بعد ما مثلا مش هيبقى في ضربات جزاء، مش هيبقى في وقت اضافي يبقى في ضربات جزاء على طول في حاله انتهاء المباراه بالتعادل. ضربات جزاء على طول جبناها على 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 الاجتماعات الفنيه اللي تابعت المباراه بالتنظيم مع وده صح كابتن والله. وبيني وبينك كان يعني انا شايف ان الوقت الاضافي في معظم البطولات يعني ما بقاش مجدي زي بالظبط يعني بعد النص يعني ساعه كتير قوي بعد 90 دقيقه تبقى الامور صعبه جدا في ظل حاله الاجهاد الكبير. انا هنا هتكلم عن النادي الاهلي تحديدا يعني لانه الثلاث فرق الاخرى ويمكن بيراميدز شويه، لكن الثلاث فرق اقل شويه او اقل كتير من النادي الاهلي، لكن يعني النادي الاهلي تحديدا اللي عنده يعني لسه راجع مشاركين في افريقيا طبعا مش زي الاهلي، لكن ان شاء الله يعني زي ما قلت لك خلاص انت كلاعب اهلي او لعيب فريق كبير خلاص انت اتعودت على ضغط المباريات المتتاليه خلاص، فبقى موضوع يعني خلاص اللعيبه اتعودت وبقى امر واقع. لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه مع لازم يبقى في تنسيق في البطولات ويبقى في تنسيق في المواعيد ويبقى في انتظام في المسابقات ان شاء الله المواسم اللي جايه والفترات اللي جايه باذن الله. زي ما قلت يا كابتن يعني خلاص المسار لو في حاله الانتهاء الوقت القصر بالتعادل هيتم لكل ضربات الترجيع على طول. الحكام طبعا زي ما انت حضرتك قلتهم في الاول خلاص يعني الحكام موجودين هنا من اول امبارح، وفي لعيبه يعني محمد معروف هيدير ماتش الاهلي وسيراميكا، ماتش بيتر وبيراميدز امين عمر، وان شاء الله اتمنى لهم التوفيق بكره باذن الله. يا رب كل التوفيق ليهم يا رب ان شاء الله في مباراه بكره، وان شاء الله تبقى بطوله رائعه كالعاده. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد مراد ناقلا ومتحدثا عن ما يحدث في الامارات الان. وصلنا دلوقتي لفقره اخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف اخر الاخبار المحليه والعالميه، ومن بعد فاصل ومن بعد الفاصل النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد في ضيافه البيت الكبير. اختتم المارد الأحمر تحضيراته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية للاعبين. طلب كولر من لاعبيه غلق صفحة بطولة كأس العالم للأندية والتركيز في المواجهة المرتقبة، وطالبهم أيضا بضرورة تحقيق الفوز باللقب المحلي من أجل إسعاد الجماهير. كما قرر كولر إغلاق المران أمام وسائل الإعلام المختلفة من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين والاستعداد بالشكل الأمثل. أكد مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر أن مواجهة سيراميكا كليوباترا في قبل نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات لن تكون سهلة، وذلك في ضوء الأداء والنتائج التي قدمها فريق سيراميكا، مشددا على أن الفريق سيسعى بكل قوة للفوز باللقب. أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا وفيوتشر مع بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا، يعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم ويعاونه محمود أبو الرجال فيديو مساعد. أكد أيمن الرمادي مدرب فريق سيراميكا أن الهدف الرئيس من المشاركة في بطولة كأس السوبر هو التتويج باللقب، مشيرا إلى أن الأهلي يمتلك الكوادر واللاعبين الذين يلعبون بدون استنزاف رغم لعبه مباريات كثيرة ولن يتأثر بالضغط. كما أكد أن حظوظ الفريقين متساوية في هذه البطولة رغم أنها أول بطولة خارجية لسيراميكا. أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر جاهزية لاعبيه لمواجهة بيراميدز يوم غد الاثنين في دور نصف النهائي من منافسات كأس السوبر المصري للأبطال، وذكر البرتغالي أن فريقه استعد بشكل جيد للبطولة معربا عن ثقته الكبيرة في اللاعبين بتقديم مباراة جيدة. تقدم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بخالص التهاني للنادي الأهلي وجماهيره بمناسبة الإنجاز الكبير الذي حققه بحظ المركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن فوز الأهلي ممثل مصر بالميدالية البرونزية بكأس العالم يعكس جهودا كبيرة وعملا مخلصا من مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه، مشيدا بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني طيلة البطولة.
حقق فريق الأهلي مواليد 2003 الفوز على بتروجيت بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 16 من دوري الجمهورية للشباب. حقق هدف الفوز لاعبنا محمد وائل. بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة يعتلي بهم صدارة الترتيب. أمطر فريق ناشئي الأهلي مواليد 2006 شباك ضيفه الإسكان ب20 هدفا دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة منطقة القاهرة التي أقيمت على ملعب الأهلي في مدينة نصر. بهذا الفوز رفع أهلي 2006 رصيده إلى 34 نقطة. عاد لرياض محرز نجم فريق أهلي جدة رقم كريم بنزيما نجم اتحاد جدة في إحصائية مهمة تشهد تنافسا كبيرا بينهما في الدوري السعودي، وذلك على مستوى صناعة الفرص الخطيرة السانحة للتهديف، حيث بات كلاهما يتساويان برصيد 13 فرصة وهو الرقم الأعلى في المسابقة، كما اقترب محرز صاحب الأهداف الثمانية من رقم بنزيما في عدد الأهداف الذي يمتلك 9 أهداف. انتشرت أنباء بالصحافة الإنجليزية منذ هزيمة مانشستر يونايتد أمس من ويست هام بثنائية عن اقتراب إقالة تين هاج بسبب النتائج السيئة التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم، وربطت التقارير عدة أسماء لتولي المهمة من بينها زين الدين زيدان الذي لا يعمل منذ ولايته الثانية مع ريال مدريد، ولوبتيغي مدرب ريال مدريد وإشبيليا السابق وولفرهامبتون ومنتخب إسبانيا السابق، روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الحالي. تصدر جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم بعد التحديثات الأخيرة في أسعار اللاعبين خلال الشهر ديسمبر من العام الحالي، وذلك بعدما ارتفعت قيمته التسويقية إلى 180 مليون يورو عقب المستويات الرائعة التي قدمها مع ريال مدريد في مختلف البطولات، ليتساوى في صدارة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية مع النرويجي إيرلينغ هالاند والنجم الفرنسي كيليان مبابي. دونت الحكمة ريبيكا ويلتش اسمها في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أصبحت أول سيدة تدير مباراة في البريمير ليج كحكم رئيسي بين فريقي فولهام وبرينلي، ونجحت صاحبة 40 عاما في أن تكسر حاجزا جديدا في مسيرتها حيث كانت أول حكمة تدير مباراة في الدرجة الرابعة الإنجليزية، كما أنها أدارت بعض المباريات في القسم الثاني من الشامبيون شيب وفي كأس الاتحاد الإنجليزي. احتفل النجم كايل والكر قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز فريقه بالخماسية التاريخية بعدما حصد لقب كأس العالم للأندية على طريقته الخاصة، وظهر والكر كممثلي الاستعراض ومدربي السيرك وهو يحمل 4 كؤوس على رأسه وقدمه وذراعيه وأمامه الكأس الخامسة. وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد. ازيك يا ميرو؟ كابتن إسلام عامل ايه؟ معلش ميرو دي عشان احنا يعني عشرة أوضة واحدة وسنين كتيرة جدا داخل النادي. ازيك يا أمير؟ ازيك يا كابتن عامل ايه؟ وحشني كله كويس؟ الحمد لله. أنت اللي وحشني. أمورك كويسة والدنيا كويسة؟ كله تمام الحمد لله. أخبار الدنيا إيه؟ زي الفل. زي الفل الحمد لله. الامور عامله ايه دلوقتي؟ الامور الحمد لله كويسه. يمكن انا لسه راجع من دبي. دبي انا شايفك ايه؟ كنت يعني بظبط اللايسنس بتاعتي في دبي. كويس جدا. لان انا كابتن اسلام على حسابك. على حسابي انا. برافو عليك. لان انا خلي بالك انا الكارير بتاعي ان انا هكون مدرب حراس مرمى ان شاء الله، وبالفعل عملت ده في الانتاج الحربي الفريق الكبير، وبعد كده كنت في قطاع الناشئين في نادي البنك، ويمكن ما حصلش نصيب ان انا اخش القطاع، وان شاء الله اكيد كده كده هرجع لبيتي يعني ان شاء طبعا. الله النادي الاهلي. ومع هذا التعليم ومع هذا ان انت بتثقل من موهبتك بالتعليم اعتقد شيء جيد جدا. اكيد التطوير ده الاهلي بينظر لهذه الامور بشكل كبير عشان تبقى عارف. دي مهمه كابتن اسلام، يمكن النادي الاهلي كمان علمنا كده ان دايما في تطوير، دايما في تقدم، دايما في افكار، ودايما في طموح اتعلمنا ده من خلال النادي الاهلي. فدي كانت من ضمن طموحاتي ان شاء الله ان انا في يوم من الايام ان شاء الله اكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ان شاء الله. يعني دي حاجه في بالي ان شاء الله. ورحت هناك الموضوع مختلف تماما يا كابتن اسلام عن هنا كتير جدا. برافو عليك والله يا امير. في تطوير كبير جدا، الناس هناك بصراحه بتوع شغل جدا، اتعلمت حاجات كتيره جدا في التدريب، وان شاء الله لسه هكمل كمان الليفلات وان شاء الله هاخد البرو. يعني عاوز اتقدم، يبقى في تقدم وتطوير. هتاخد البرو من هناك؟ كله من هناك ان شاء الله باذن الله. يعني رساله لاتحاد كره القدم، اتمنى ان يكون القدم افضل في موضوع المدربين واللايسنس والكلام ده كله او الرخص يعني المدربين،
لانه الموضوع ده مهم جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. عموما برايك في اداء النادي الاهلي في كاس العالم للانديه يا امير، وخصوصا انا عايز اقفل القصه دي بسرعه يعني هنتكلم عنها عشان مش معقوله تبقى معايا وما اعرفش رايك، خصوصا انت كنت من الناس اللي حملت الميداليه البرونزيه الاولى للنادي الاهلي. زي ما قلت لك يا كابتن اسلام، الطموح مهم جدا. يمكن احنا في البدايه وحضرتك كنت موجود في البدايات لما رحنا كاس العالم للانديه في اليابان، اكيد ما كانتش الخبرات كبيره في الاول، كانت الامور صعبه. المره الثانيه خدنا ثالث العالم، كان في بالنسبه لنا طموح كبير جدا ان احنا نحقق ميداليه اكبر. ايه الفرق بين خمسه وسته يا امير اللي هو يعني سادس وثالث؟ فرق كبير. انت في الاول ما كانش عندنا خبرات، الاستعداد ما كان يعني مش هقول ما كانش كويس، لكن الوقت متاخر والوقت بيومين واليابان كفايه السفر اساسا 15 ساعه، الثلج اللي رجلينا كلها فاكر اكبر فبالتالي احنا بعد كده هي اليابان وهي هي كل حاجه، لكن احنا رحنا بدري، عملنا ماتشات وديه، لعبنا وخدنا ثالث العالم. بعد كده الجيل اللي بعدينا لما راح خد كاس ثالث العالم برضو، سواء في كان اعتقد في دبي، وكان مره في اليابان ومره هنا. فانا شايف ان يعني طموح مهم جدا. اللعيبه طبعا بالنسبه للجيل اللي موجود ده يعني لعيبه ادت عليها، بشكرهم جدا جدا، الجهاز الفني، الجمهور العظيم اللي كان موجود، مساندة الاداره طبعا كانت موجوده، ان هم بعدوا عن الضغوطات. فانا شايف يعني اللعيبه كانوا طموحين اكتر ونقلوا لنا الطموح ده من خلال مستواهم. ممكن في بعض الاوقات في الدوري كان الوضع ما كانش احسن حاجه، ولكن النادي الاهلي معروف في البطولات كاس العالم للانديه اللعيبه بتبقى بشكل كويس. الطموح كان مهم جدا، كانت فرصه كويسه انك انت في النسخه الاخيره اللي موجوده دي ان احنا نوصل فاينل. ويمكن كانت سوء توفيق بيقابلنا كابتن اسلام دايما ان احنا بنقابل في السيمي فاينل الفرق الاوروبيه، ودي كانت بتبقى مشكله كبيره جدا. ولكن كانت في فرصه اللعيبه عدت اللي عليها، ما كانش في توفيق في السيمي فاينل، ولكن اللعيبه كانت رجاله في المركز الثالث وعودونا على ده. واخطاء تحكيميه فجاه، معلش بالظبط انا اسف يعني توفيق والحكام اكيد لها دور كبير جدا يعني. فان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، بتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله في السوبر، ويرجعوا ان شاء الله ويكملوا النجاح اللي هم موجودين فيه. وانت عارف النادي الاهلي بيدخل من بطوله لبطوله وده قدر اللعيبه. ولكن طبعا كان نفسنا ان يتم تاجيل مباراه او مباريات السوبر، ولكن كان معايا الاستاذ محمد مراد دلوقتي، وقبلها الحقيقه برضو تصريحات للحاج عامر حسين اتكلم عن انه يعني الموضوع مش في ايدينا قوي، ان مجلس ابو ظبي واحنا بقى لنا شهرين محددين هذه الامور، مجلس ابو ظبي عنده ارتباطات اخرى بعد يوم 28، وبالتالي لم يتم تاجيل المباراه. ولكن على الجانب الاخر زي ما انت قلت، ده قدر لعيبه النادي الاهلي انه هنلعب الجمعه او خلصنا الجمعه بالفعل، يا دوبك احتفلنا السبت لو احتفلوا يعني راحوا السبت بالليل الامارات، النهارده طول النهار موجودين في الامارات، بكره المباراه. صحيح، هي دي قدر اللعيبه، واللعيبه اكيد مجهده، ولكن اللعيبه عندها خبرات، الجهاز الفني عندهم خبرات، اتعودوا على كده، ريكفري ان شاء الله سريع، واتمنى ان شاء الله اللعيبه ما تكونش مجهده. اللعيبه رجاله الصراحه علميا يا امير، بما انك راجل بتدرس دلوقتي كل هذه الامور بشكل عام، هل بالفعل من الممكن ان انا العب الجمعه والعب الاثنين بدون تاثير؟ انا مش شايفها، انا ما عنديش العلم اللي عندك، ولكن انا بشوفها من ناحيه الخبره انه صعب جدا. اكيد يا كابتن الاجهاد هيبقى موجود في ظل سفر كمان. طبعا معلش انا اسف ان بقطعك، في ظل سفر هو ثلاث، الناس فاكره ان سفر الامارات للسعوديه ده لا، سفر طبعا طياره وثلاث ساعات رايح وتنزل من الطياره واتوبيس وبتاع، واللعيبه لعبه 90 دقيقه، وكانوا في كاس العالم كان الماتشات كل 3 ايام ماتش. مستوى الفرق اللي بتلعبها طبعا توب ليفل، يعني بتلعب يعني فريق افضل لعيبه في كل القارات اللي في العالم، لعيبه محتاجه انك انت تبذل مجهود كبير جدا، مجهود ذهني كمان. الناس ما بتتكلمش على الموضوع الذهني ده، الذهني ده مهم جدا، يبقى اثر على البدني بشكل كبير جدا. فانا شايف ان اللعيبه ان شاء الله يعني ما تكونش مجهده، ولعيبه النادي الاهلي دايما في البطولات ووقت وقت البطولات اكيد اللعيبه بتبقى مركزه وبيبقوا رجاله ويعملوا ريكفري كويس. الناس اللي لعبت تبتدي تتمرن خفيف خفيف، وابتدي الناس الثانيه تشتغل، لان هو بيعمل روتيشن كويس مستر كولر والجهاز الفني. فانا شايف ان شاء الله يا رب بطوله مهمه جدا، فيها برضو اربع فرق مميزين في الدوري المصري توب فور اكيد، استثناء نادي الزمالك طبعا يعني. استثناء نادي الزمالك، وانا شايف النادي الاهلي يعني مركز، وان شاء الله اللعيبه تبقى قد المسؤوليه، يكون في التوفيق يحالي في النادي الاهلي ويرجعوا بالسوبر ان شاء الله. اولا رايك كمان في شكل هذه البطوله واربع فرق والاهلي وسيراميكا وبيراميدز وفيوتشر، شكل البطوله يعني الجديد، زمان كنا متعودين ماتش دوري وكاس ويلعبوا مع بعض، بطل دوري بطل كاس ويلعبوا مع بعض. هي انا اعتقد ان هي يعني نسخه جديده
وبتدي فرص للفرق اللي هي في القمه طبعا باستثناء نادي الزمالك ان هم يشاركوا في بطوله كبيره، بطوله برضو اكيد بتسمع في الوطن العربي كله، من اكبر مش من اكبر الانديه، الانديه اللي هي مميزه في التوب ليفل دلوقتي في الدوري الممتاز باستثناء نادي الزمالك زي ما قلنا. شايف ان البطوله بتبقى كويسه، خبرات كبيره جدا، اللعيبه برضو بتقابل بعض في بلد مختلفه عن مصر، لكن هي شقيقه بالنسبه لنا متعودين على ده. فانا شايف ان بطوله كويسه جدا انك انت تجمع الاربع فرق، وفرصه كويسه انك انت توصل فاينل ومحدش يتظلم، ما يبقاش ماتش مثلا 90 دقيقه مثلا ولا حاجه وتتحسب بطوله ممكن ما تكونش افضل فيها. نعم شايف أفضل. انا شايف افضل كده. امير، كيف يقود الجهاز الفني بشكل عام، يقود الجهاز الفني للنادي الاهلي هذه المباراه في ظل حاله الاجهاد الواضحه على لعيبته، او يعني اللي احنا شايفينها انت تلعب جمعه اثنين جمعه جمعه اثنين جمعه وهتلعب اثنين وسفر وفي لعيبه لعبه سفر ولعيبه لعبه، كيف يمكن قياده فنيه القياده الفنيه ان هي تبقى في افضل حالاتها في ظل هذا الاجهاد الواضح؟ اول قبل موضوع التدريبات والريكفري والحاجات دي كلها، اكيد في اجتماعات، اكيد اللعيبه بتقعد مع بعض، الجهاز الفني اكيد كابتن خطيب ومجلس اداره بيقعدوا مع اللعيبه ان هم خلاص انت في بطوله. ده كان واضح في كلام بالزبط. كبير بين اللعيبه والجهاز ومجلس اداره. اللعيبه عندها خبرات، اكيد اللعيبه اللي هي ابتدت تلعب 90 دقيقه بيبتدوا ليهم شغل معين خفيف، ما بيبقاش زي باقي اللعيبه، ابتدوا واحده واحده، بس قبل الماتش بيوم بيبقى الفريق جماعي مع بعض كله، لكن اكيد مستر كولر والجهاز الفني بياخد حوالي 12 13 لاعب اللي هم لعبوا بشكل كبير جدا ووقت كبير جدا ومجهدين، بيعملوا لهم ريكفري معين، تدريبات معينه، جري خفيف، وبعد كده يخشوا قبل الماتش بيوم ان شاء الله ويبتدوا يبقوا مع بعض، لان اللعيبه عندها خبرات وعندها مخزون بدني كويس وذهني من خلال الماتشات اللي لعبوها ومن خلال اللعيبه الدوليه اللي موجوده. فانا شايف ان شاء الله النادي الاهلي اعتقد ان هو يعني بسرعه كده اللعيبه والجهاز الفني هيبتدوا يخشوا في الجيم ويخشوا في البطوله من بالليل زي ما حضرتك قلت بعد الثالث العالم. ان شاء الله اللعيبه تبقى كويسه وانا متفائل خير ان شاء الله، ان اللعيبه بطوله مهمه، ملعب كويس، بلد شقيق، جمهور عظيم مستني للنادي الاهلي. فانا شايف ان اللعيبه ان شاء الله هترجع مستواها ومستواها البدني والذهني والفني، وان شاء الله يعملوا حاجه كويسه في البطوله. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم ونشوف تقرير عن بطوله كاس السوبر المصري للانديه الابطال في نسختها الاولى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه حضرتك مع وجهة النظر، لسه كنا بنتكلم مع وجهة النظر يا أمير اللي بتتكلم عن حالة الإجهاد دي، فبالتالي يجب أن يبدأ المباراة بكرة بعدد مختلف أو يغير عدد من اللاعبين؟ وارد يا كابتن اسلام، ده الطبيعي ان انت عندك لعيبه، في لعيبه يعني بتلعب باستمرار ومجهده، وقبل كده كانوا مع المنتخبات كمان، يعني بيجوا من المنتخب على النادي حتى الوقت الاجازه ما بياخدوش اجازه. ما في يعني خط الدفاع كله، انت بتتكلم في شناوي بيلعب كل الماتشات، بتتكلم في عبد المنعم، بتتكلم في هاني، حتى علي معلول لما روح مع المنتخب بيلعب مع المنتخب بشكل اساسي، ياسر موجود بنفس القصه. فاعتقد ان ممكن مستر كولر، انا زي ما يعني انا عارف اللعيبه، هو عامل ميزه كويسه جدا، انت في كل مركز عامل 2 3 لعيبه مميزين، فبالتالي بيعمل روتيشن. اعتقد ان هو ممكن بشكل كبير جدا وارد ان هو يغير بكره 3 4 لعيبه، ممكن في خط الدفاع يغير حد واحد او اثنين، ممكن نشوف مثلا، ممكن نشوف اكرم مكان هاني، ممكن نشوف كريم الدبيس مكان علي، ممكن نشوف على الرغم من هو النهارده ابدا تخوفه من الفريق سيراميكا كليوباترا، مستر كولر يعني في المؤتمر الصحفي اتكلم قال لك انا فريق قوي وفريق عنده مدرب كويس وكذا وكذا. بص يا كابتن اسلام، النادي الاهلي دايما، بس الناس معلش الناس بتربط بالتغيير بايه؟ ان مستوى الفريق. لا لكن طبعا يا كابتن اسلام، النادي الاهلي لو في ماتش ودي اللعيبه بتلعبوا بيبقى حياه او موت بالنسبه لهم. صحيح. التقسيمات انت حضرتك عارف الكلام ده بينهم وبين بعض، بيبقى كل واحد عاوز يكسب التقسيمات، فالنادي الاهلي قادر اي لاعب ان هو موجود في النادي الاهلي، والنادي الاهلي عودنا عليه انك انت لازم تكسب التقسيمه، لازم تكسب الدوره الرمضانيه، لازم تكسب الماتش الرسمي، لازم تكسب البطوله. فمش معنى ان مستر كولر بيغير يبقى معنى ان هو بيشكك في قدرات سيراميكا. وانت بتقول ايوه مهم جدا ده يا امير، لانه بقول لك هي الناس دايما تربط ايه، جمهور الكره تحديدا يربط ان انت بتغير في التشكيل، فبالتالي انت بتغير في التشكيل عشان ده فريق اقل من مستوى مثلا. لا يا كابتن، هو حتى كمان لو انا هلاعب مثلا فرقه قويه مثلا اي فرقه اوروبيه،
انت بتتكلم في الوقت، الوقت مش ما يسمحش ان اللعيبه كمان تلعب 90 دقيقه في بطوله كبيره جدا، وبتتكلم في توب ليفل يعني مجهود زياده، ويجي النهارده يومين مع سفر واعتقد انه يلعب بنفس التشكيل. حتى لو انت هتلعب ريال مدريد لازم يبقى في تغيير، على اساس ان اللعيبه ممكن يبقى في لعيبه مجهده ما تضمنش الاصابات اللي موجوده، ممكن في لعيبه والناس مش عارفه الكلام ده، وحضرتك عارف ان في لعيبه بقى مثلا ايه واخد كدمه، الكدمه دي هتقعد معاه قد ايه، واخد عنده اجهاد في العضله الضمه، ده طبيعي، ده طبيعي. فبالتالي ان هو وارد ان هو يغير، لان مش تغيير ان هو بيشك في قدرات سيراميكا، بالعكس احنا قلنا في البدايه اربع فرق مميزين صحيح. جدا في التوب ليفل في الدوري المصري باستثناء نادي الزمالك. فبالتالي انك انت النهارده انا بتكلم على حاله الاجهاد اللي انا بتاعتي انا تخص لعيبتي انا، ما تخصش اللعيبه الثانيه. لكن وخلي بالك حتى لو انا غيرت انت برضه بتغير في لعيبه مميزه عايزه فرص وعايزه تنمو نفسها. لا ومميزين كلهم الاسماء طبعا اللي انت قلتها، سواء اكرم ناحيه اليمين لو ده حصل، او بالظبط كريم الديبيس، او ممكن يخش رامي ربيع مكان عبد المنعم، ممكن نشوف ديانج وكوكا في النص يريح امام شويه، ده ممكن شوية يبقى تغيير يعني عدد كبير، ممكن يغير في الجزء الامامي كمان، ده وارد وارد. مش عشان سيراميكا هو لو هيعمل كده مع سيراميكا، هو هيعمل كده مع بيراميدز، هيعمل كده مع فيوتشر لو لعب اي حد ايا كان مين، هتبقى هي دي هي هي اعتقد لانه في جهاد، واعتقد ان هو يعني مش هيبقى في يعني مش هيلعب في التغيير كتير، لكن ممكن يغير 3 4 لعيبه. تقييمك لاداء محمد الشناوي خلال هذه الفتره، وبعد كده هسالك على بسام. طبعا الشناوي انا قلت قبل كده، قلت شهادتي فيه مجروحه، ان هو بقاله فتره كبيره جدا عاجبني جدا تركيزه، عاجبني جدا شخصيته في الملعب وبره الملعب، بيلعب باستمرار بقاله 5 سنين بشكل كويس جدا، سواء مع المنتخب او لعب اولمبيات قبل كده، او لعب مع بطوله افريقيا، بيلعب مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا، بيلعب في الكاس، بيلعب في يعني بيلعب في كل المحافل اللي موجود فيها النادي الاهلي. انا شايف ان هو بيأدي بشكل كويس جدا، عاجبني تركيزه، عاجبني بعده عن السوشيال ميديا اللي بترهق ذهنيا اللعيب بالكوره في مصر، حضرتك عارف الكلام ده كويس. فانا شايف ان هو بيقدم مستويات كبيره جدا جدا بقاله فتره في بطولة كاس العالم، ادى بشكل كويس جدا جدا. واتمنى ان هو يستمر في اللي هو فيه ده، لان هو قيمه كبيره جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر يعني. بسام على الجانب الاخر مع سيراميكا كليوباترا، بسام من الحراس المميزين جدا في الدوري المصري، برايك في ادائه حتى الان؟ انا شايفه السنه دي انا معاك في اللي انت بتفكر اقل سنه اوكي، خصوصا في البدايه الحمد لله. خصوصا في البدايه، في البدايه بس يعني صح. يعني بسام كان بيشيل اي فرقه بصراحه، طبعا هو الجيش وبعد كده السيراميكا. هو كابتن اسلام هو كان في الجيش طبعا، الوضع كان مختلف بينه يعني في الجيش والسيراميكا. انت بتتكلم في الجيش كان بقاله فتره كبيره جدا، كان كابتن فريق وكان هو شايل النادي الجيش، وادى بشكل كويس جدا، كان بيلعب بشكل اساسي، كان في منتخب مصر. العمر بتاعه من 3 4 سنين ما كانش زي كده، ممكن بدنيا يبقى مش زي الاول، لكن بالظبط، لكن الخبره بتاعته اكيد موجوده واكيد مستواه كويس. ولكن الفتره الانتقاليه لما راح سيراميكا كان بينافس عامر عامر كان من الحراس الممتازين جدا، خلاه يجهد ذهنيا شويه، ما بداش احسن حاجه في الدوري، عشان كده عامر لعب بعد كده. لكن هو ابتدى يشارك، ابتدى يرجع يلعب هو تاني، يرجع تاني لان خلاص عامر مشي وراح المقاولين، فبالتالي الامور ما بقتش فيه تنفس جامد جدا يرهقه ذهنيا وبدنيا، فبالتالي ابتدى شويه نوعا ما يشارك بشكل اساسي مع سيراميكا. وطبيعي ان اي حارس او اي لاعب لما بيشارك كابتن اسلام بصفه اساسيه اكيد مستواه بيعلى. الى اي مدى يا امير الاثنين حراس مرمى يقدروا يكسبوا فريقهم بكره؟ لما يكون في تركيز كبير جدا من الحارسين، ومحارسين كبار عندهم خبرات كبيره جدا. اكيد مش هقارن شناوي باي حد، او اقارن شناوي ببسام، ولكن انا شايف ان الاثنين ليهم دور كبير جدا، وفي تركيز كبير جدا لازم يكونوا موجودين فيه، لان كل واحد قيمه كبيره في فرقته. شناوي طبعا متعود على البطولات، ومتعود ان كل ماتش اكيد بيبقى بيأدي بشكل كويس. بسام بطوله بالنسبه له جديده، ان هو بيشارك في بطوله مجمعه، بيشارك في بطوله ممكن كان مع نادي الجيش كان بيلعب بيشارك وبيلعب في الفاينل، لكن بتتكلم في بطوله اجواء مختلفه، عنده فرصه ان هو ممكن يكون موجود مع المنتخب، فلازم يأدي بشكل كويس جدا. اسمه موجود في القائمه المبدئيه للقائمه الافريقيه، ولكن انا شايف
من وجهه نظري ان هم لهم دور كبير جدا لو مركزين كويس قوي 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 بشكل كويس. اكيد هم خبرات كبيره، ولكن الشناوي طبعا في مكان تاني خالص، واعتقد ان هو هيفرق مع النادي الاهلي لو هو مركز. ومش هقول لو، هو اكيد طبيعي ان هو مسؤول بشكل كبير، واكيد ان شاء الله يبقى له دور كبير جدا. ومش عايز انسى طبعا دور مصطفى شوبير، مش عايز انسى حمزه علاء ولا مصطفى مخلوف، لان هم حراس للمستقبل هيكونوا ممتازين وهيتعلموا من الشناوي كل السنين دي، حتى لو هو قاعد احتياطي زي ما انا كنت موجود مع الحضري وتعلمنا منه، فطبيعي والشناوي كان متعلم مننا. فبالتالي انا شايف ان سنة الحياه واعتقد ان الشناوي له دور كبير جدا في البطوله عامه. يعني سيراميكا موجودين من اسبوع تقريبا في الامارات، هل ده هيفرق معاهم بشكل افضل من النادي الاهلي؟ بص، هو اللي ليه دور في القصه دي كلها المدير الفني بتاع سيراميكا هو كابتن ايمن. طبعا كان عنده خبرات في الامارات وعاش في الامارات ومرن في الامارات، فاكيد طبيعي ان هو عارف الاجواء هناك عامله ازاي. فبالتالي اللعيبه برضو هو اخذهم يعملوا معسكر البطوله في الاجواء اللي موجوده هناك. ولكن النادي الاهلي حتى لو يروح يوم، يعني هو قادر ان الاهلي لما بيلعب على البطوله حتى لو يروح يوم في اجهاد. طبعا احنا ده متاكد، بس انا بتكلم على سيراميكا دلوقتي. سيراميكا هل ده هيفرق معاهم كونهم جم من يومين ثلاثه ولا كونهم من اسبوع؟ لا، هم بالنسبه لهم اكيد من اسبوع هيفرق معاهم طبعا. ان التجمعات مش في الملعب بس، والتكيف مش في الملعب بس يا كابتن اسلام، انت بتتكلم في التجمعات. شوفوا النادي الاهلي يدرسوه كويس، اكيد تابعوا البطوله، اكيد كل لعيب بيقعد مع التاني، بطوله مهمه عايزين ناخد بطوله يبقى لنا دور. ولكن الكواليتي طبعا في النادي الاهلي اكيد بالنسبه بالمناسبه وانت بتتكلم كده برده جه في دماغي سؤال. ما هو ممكن يكون التجمعات دي هي اللي بيبص عليها كولر من ناحيه اخرى، بمعنى التغيير اللي هو عايز يعمله، لان هو متاكد مليون في الميه اتفرجوا انه اللعيبه كانت قاعده، لعيبه السيراميكا وكل لعيبه مصر، يعني كلنا كمصريين العالم بنتفرج العالم كله على او مصر كلها على النادي الاهلي يعني تحديدا. لكن اقصد ان هو ممكن يكون عايز يعمل مفاجاه من المفاجات اللي بيعملها، حاجه من هذا القبيل، عشان هم اكيد مليون في الميه قعدوا يتفرجوا اكيد، وتتناسب مع الكلام اللي انت قلته في الاول ان هو عايز برضه يريح بعض اللاعبين. اكيد، هو حصلت قبل كده في النهائيات قبل كده مصر كولر غير بعض اللعيبه اكيد طبعا. زي ما انت قلت، احنا يعني يمكن انا كمان يعني تابعت وشفت لعيبه فيوتشر وهم مسافرين كانوا قاعدين في المطار بيتفرجوا على النادي الاهلي. فبالتالي كله بيدرس النادي الاهلي، كله عارف النادي الاهلي. ولكن مستر كولر عشان الناس عارفه لعيبه النادي الاهلي، واكيد الجهاز الفني ولعيبه سيراميكا عارفين، اكيد ممكن يفاجئ، وان هو يفاجئ الناس ببعض التغييرات في 3-4 لعيبه. كمان بقى زود عليهم الموضوع الاجهاد، ان هو ممكن اللعيبه تبقى مجهده ويخاف عليهم من اصابات والى اخره، فلان انت عندك كذا ماتش تاني. فبالتالي اعتقد ان هو وارد جدا ان هو ممكن يغير في التيم يعني. طيب كابتن محمد معروف حكما لهذه المباراه، رايك؟ هيساعدوا ان 4 فرق مصريين، هيساعده، هو متعود على ده في مصر، ان هو يعني حكم اكيد قبل كده للعيبه والانديه اللي موجوده في البطوله، مش حاجه جديده. تاني حاجه اكيد واخد ثقه، عنده الفار برده، خلي بالك الفار ده موضوع كبير جدا، ان هو بيدي ثقه جدا للحكام. الجمهور برده اكيد متعود على ده في مصر، زي ما قلت لك يا كابتن اسلام، في بلد شقيق، ملاعب حلوه، اجواء حلوه، فرصه ليه كمان هو ان هو يحط اسمه، ان هو يلعب ماتش كويس وبطوله كويسه، ان هو يسمع مع الناس بره، بحيث ان في اكيد بيطلبوا الحكام المصريين في بطولات ثانيه وفرق ثانيه. فبالتالي فرصه ليه حلوه ان هو كمان يلعب ويؤدي بشكل كويس، فلازم يبقى في تركيز. زي ما قلت لك قصه الاربع فرق المصريه اكيد هيساعدوه، مش غريب على النادي الاهلي ولا سيراميكا، فبالتالي ممكن يؤدي بشكل كويس. هو نفس الاداء اللي هو بيؤدي فيه، وده حصل قبل كده في الدوري المصري لكن في بلد شقيق، فبالتالي مش هتبقى الامور صعبه عليه، لان هو برده اكيد خبراته بقت كويسه، وهو من الحكام الكويسين اعتقد من وجهه نظري يعني. النهارده كان في رساله كولر قالها للجمهور، ان هو لازم يبقوا يعني من ضمن الحاجات اللي قالها كولر، انه بالجمهور هيبقى له دور كبير جدا ورئيسي، لانه عندنا يعني حاله من الاجهاد، ده هيروح كله لما نشوف الملعب متقفل. اكيد. يعني بص يا كابتن اسلام، يعني النادي الاهلي في العالم كله، النادي الاهلي جمهوره عظيم في كل العالم، انت ما بتروح في اي مكان، حتى في اليابان كان في جمهور في اليابان. فبالتالي جمهور الاهلي ورا النادي في اي مكان، انت بتتكلم في بلد شقيق السعوديه كان الاستاد متقفل، هتروح دوله ثانيه خالص شقيق
الاستاد هيبقى متقفل الامارات ان شاء الله. سوري في الامارات هيبقى المدرج متقفل، فبالتالي الامارات لا بكره يعني انت صح، السعوديه كان اليومين اللي فاتوا فبالتالي انت بلدين شقيق مختلفين، لكن جمهور النادي الاهلي هو ثابت، وفي مصر نفس القصه ثابت، والناس اللي موجوده هناك زائد الناس اللي هتسافر من هنا. فطبعا انك انت تلعب امام جماهير النادي الاهلي الموضوع بيختلف، المجهد هتلاقيه بيموت نفسه، اللي مستني فرصه هتلاقيه بيموت نفسه، ان فعلا متعه الجمهور يا كابتن اسلام مهمه جدا جدا جدا. يمكن حتى كمان احنا وقت في الزمن اللي احنا كنا فيه انت بتتكلم في كل ماتش كان الاستاد بيبقى متقفل، ان لعيب الكوره بيلعب من غير جمهور وخصوصا جمهور النادي الاهلي الامور بتبقى صعبه جدا، تحس ان هو ما بيقديش، بيدي قوه جدا كبيره جدا جمهور النادي الاهلي للعيبه وديهم باور كبير جدا. فانا شايف ان هو يعني عنصر مهم جدا جمهور النادي الاهلي مع اللعيبه ان شاء الله في البطوله. رايك في الاداء الهجومي للنادي الاهلي؟ انا شايف ان الاداء الهجومي كويس، يمكن هو بس عدم توفيق بس يا كابتن اسلام، يعني انت لما ربنا بيوفق وتلاقي اللعيبه الموجوده انت بتتكلم في الحته الهجوميه للنادي الاهلي، الثلاثة اللي قدام او الاربعه اللي قدام دول مهمين جدا، بتتكلم في ناس ثانيه بتيجي من تحت زي امام وقفشه وبنشوف اللعيبه دي كلها وديانج بيكمل فانا شايف ان اللعيبه الجزء الامامي مهم جدا جدا. لو في تركيز وفي توفيق اعتقد بيبقى مؤثر بشكل كبير جدا، واعتقد ان مفيش حد اي او دفاع بيبقى حتى لو كان منظم، اعتقد من شغل اللي تحت بيجي بيرستا وبيجي حسين وتحركات كهربا وامام من العمق، فانا شايف ان التلت الهجومي النادي الاهلي كبير جدا وقوي جدا يعني. دايما كولر يعني هتفرق معاك الاسماء، يعني بمعنى ان هل هتلعب بيرسي وكهربا وحسين، ولا حضرتك بتحط من وجهه نظرك يعني كولر بيعمل كده، ولا بتحط واجبات لكل مهاجم ومهما كان الاسم بيعملها؟ هو ده اللي بيعمله، هو عامل سيستم تمام. خلي بالك احنا بنتكلم في اللعبة اللي هو المفروض الاساسيه، او مش هقول اساسيه، اللي هي كانت بتلعب اكتر مع التغييرات. لو دخلت قفشه هيقدم نفس الدور، لو دخلت طاهر هيلعب بنفس الدور، لو دخلت كريم نفس القصه. الناس اللي هي موجوده اللي هم مش بيشاركوا او البدلاء لما بينزلوا بيقدموا نفس الواجبات، لان طبعا ده سيستم حطه او استراتيجيه عاملها مستر كولر للعيبه كلها، وكل لعيب بيتبدل السيستم ماشي واحد، فبالتالي انت اللعيب اللي بينزل بيبقى اكيد بيقدم نفس الشكل اللي هو الزميل الاخر اللي هو كان بيبقى بادئ اللقاء بيقدم نفس الشكل، لان طبعا زي ما قلت لك هو حاط استراتيجيه معينه، اللعيبه كلها بتادي بشكل كويس، بتادي على سيستم واحد يعني. واحنا بنتكلم طبعا ده يعني السنه اللي فاتت في السوبر الاماراتي، ايضا في السوبر المصري اللي كان بيقام في الامارات، وجمهور النادي الاهلي العظيم يعني الناس لما اتكلمت حضرتك على الجمهور فيعني حاجه جميله جدا، وحاجه دايما هذا الجمهور هو له مفعول السحر في مثل هذه المباريات اعتقد يا امير. موضوع كبير يا كابتن ومنظر، يمكن انا مش السوبر اللي فات اللي قبليه، انا كنت موجود في الامارات كنت بشجع النادي الاهلي زي جمهور كده. موضوع مختلف تماما يا كابتن اسلام، والواحد بيبقى بره مصر كمان بتبقى الامور رحت السوبر اللي كان في دبي، كان في ابو ظبي، الناس بتبقى مشتاقه، مش احسن يعني الناس بتبقى مشتاقه وجمهور عظيم، جمهور النادي الاهلي التيشيرت الاحمر موجود في المدرج ده شكل غير طبيعي واحساس غير طبيعي انك انت تلعب بتأدي بتستمتع. انا يعني انا من الناس اللي كنت بستمتع جدا يا كابتن اسلام بان يكون جمهور كبير جدا موجود في المدرج، بيديك باور غير طبيعي وتركيز غير طبيعي. مش ايه اللي بيعمله الجمهور ده يعني؟ احنا ليه دايما يعني يقول لك ايه انتوا ليه كاهلاويه ما بتتكلموش غير على الجمهور؟ انا عايزك تشرح، انت واحد كنت في الملعب طالع من الملعب، يعني ايه الفرق؟ ما هو جمهور الاهلي يقول لك زي جمهور كذا وزي جمهور كذا، ما احنا دايما ليه بنقول ان جمهور الاهلي مختلف؟ مختلف لان اول حاجه هو جاي عارف ان اللعيبه اللي موجوده دي هو جاي بطموح كمان زي اللعيبه، يعني هو جاي بطموح ان انا جاي اكسب كواحد متفرج، فبالتالي بياخد باور برضو لنفسه ان هو عاوز يكسب، فبيتنقل للعيبه جوه الملعب الكلام ده، تشجيعه يعني. التشجيع بيفرق جدا جدا مع اللعيبه، يعني الجمهور انت شايفه ده يا كابتن اسلام هو في المدرج عايز ينزل يلعب، عاوز ينزل يكسب، فبالتالي الحماس بتاعه بيدي قوه كبيره جدا للعيبه اللي موجوده. فجمهور النادي الاهلي مختلف، بيشجع من اول ثانيه لاخر ثانيه. يمكن انا كمان حتى حضرت بطوله افريقيا اللي فاتت في المدرج، كل ماتشات النادي الاهلي كنت في المدرج حسيت بيهم،
يعني كنت مشجع زيهم، كنت بشجع زيهم ان انا دايما عاوز اللعيبه تكسب، ودايما حتى ولادي كانوا معايا في المدرج كنا بنشجع زينا زي الجمهور. فبالتالي جمهور الاهلي مختلف، بيلعب من اول ثانيه لاخر ثانيه، وده اللي خلى اللعيبه تلعب من اول ثانيه لاخر ثانيه على المكسب. انت لو خدت بالك يا حسام من في الدقيقه 90 مثلا تلاقيه بيشجع اللعيبه كلها، بتبقى عايزه تكسب لان عايزه تفرح الجمهور ده. فبالتالي اكيد ليه دور كبير جدا، يدي باور غير طبيعي للعيبه يعني. الحقيقه جمهور رائع وحاجه جميله جدا جدا. طيب قيمنا الناحيه الهجوميه، رايك في او تقييمك للناحيه الدفاعيه للنادي الاهلي؟ انا شايف ان النادي الاهلي الدفاع الناس بتأدي بشكل كويس جدا، كل لعيبه مستنيه فرصه يعني، بشوف حتى الروتيشن لما بلاقي رامي ربيعه ما بينزل بيأدي بشكل كويس. ما عنديش مشكله مين اللي يبدا على فكره والله، يعني ما عنديش في الحته الدفاعيه دي ما عنديش مشكله. انت عندك هاني لو غاب بيبقى موجود اكرم او كريم، وساعات حسين بيلعبها. عندك ناحيه الشمال علي لو غاب بتلاقي كريم ديبيز، بتتكلم في القلب لو عبد المنعم غاب، طبعا هو مهم جدا، عنصر مهم جدا، ولكن لو غاب في رامي ربيعه بيشتغل، في ياسر بيشتغل. فانا شايف ان يعني الحته الدفاعيه دي مش شايف فيها اي مشكله، اللعيبه لما بتأدي بشكل كويس وبتركز بيبقوا بيأدوا بشكل كويس ومهمين جدا جدا. وراهم طبعا الشناوي لو موجود اكيد بيدي باور غير طبيعي برضو للعيبه. فانا شايف الحته الدفاعيه زي الحته الهجوميه، نص الملعب برضو لو عملت روتيشن انت اي حد يلعب في نص الملعب هيأدي بشكل كويس. طبعا عوده السوليه مهمه جدا، انك انت السوليه عنصر مهم، خبره كبيره جدا في نص الملعب، لما بيرجع اكيد بيدي قوه كبيره في نص الملعب. وعندك امام كمان دخل بسرعه، وشفنا قفشه وشفنا ديانج وشفنا كوكا النهارده مفاجاه كبيره جدا. كوكا يعني بيلعب بشخصيه غير طبيعيه وسنه صغير، وده اللعيب الكواليتي اللي لازم يكون موجود في النادي الاهلي. ما عندكش مشكله في التيم، هو بس الاجهاد بس اللي ممكن يقلقك شويه، ولكن اللعيبه عندها خبرات يعني. فانا شايف النادي الاهلي نادي يعني فريق متكامل، سواء الناس الدفاع في حراسه المرمى نص الملعب الناس اللي قدام، مع اختلاف طبعا اللعيبه اللي بتبقى موجوده. بكره ان شاء الله ايضا في مواجهه مودرن ومودرن فيوتشر وبيراميدز، مواجهه طبعا صعبه. انت بتتكلم برضو ماتشاتهم حتى في الدوري المصري بيبقى يعني كله بينافس، كله يعني الفرقتين بقى لهم مش عدد سنين كبير في الدوري، ولكن عندهم خبرات كويسه، ابتدوا عندهم خبرات، لعبوا في افريقيا كمان فرقت مع البيراميدز وفيوتشر، لما لعبوا في افريقيا اكيد فادتهم بشكل كبير جدا. كواليتي اللعيبه ممتاز هنا وهنا، كله بيدعم، كله لو حد مشي بيجيبه. فانا شايف ان الماتش هيبقى صعب، بطولة صعبة، بطولة رخمة، في تنافس كبير. فيوتشر عنده لعيبة ممتازة، لعيبة دولية، عنده جهاز فني ممتاز. عندك بيراميدز نفس القصة، عنده جهاز فني، عنده لعيبة كويسة جدا. فأنا شايف إن المباراة صعبة. مين الأقرب منهم؟ الأقرب ممكن بشكل كبير يبقى بيراميدز. بيراميدز في بيراميدز يعني. طبعا، لأنه لاعب قبل كده بطولة، لعب ضد النادي الأهلي في بطولة كأس مصر قبل كده والسوبر المصري، وشايف ان هو عنده لعيبه كويسه، عنده لعيبه خبره تقدر يعني الكفه بتاعتهم تترجح اكتر، لانهم عندهم خبرات كويسه ولعيبه كويسه في بيراميدز يعني. طيب مودرن فيوتشر وبيراميدز، هذه المباراه ايضا بتحكيم مصري، هل تتوقع النجاح للطاقمين التحكيم المصري سواء هنا او هنا؟ احنا اتكلمنا على معروف، نتكلم على امين عمر. اكيد اكيد، الاثنين حكام ممتازين زي ما قلت لك كابتن اسلام، مش بعاد عن اللعيبه، مش بعاد عن الانديه اللي موجوده، اجواء حلوه هتساعدهم ان هم يادوا بشكل كويس، كل واحد بيحافظ على اسمه، كل واحد بيمثل مصر برضو. فبالتالي لازم ينقلوا الحته بتاعت الحكام المصريين للدول العربيه والوطن العربي صحيح. بشكل كويس. اتمنى ان شاء الله اللعيبه كلها تساعدهم وهم يساعدوا اللعيبه، لان القرارات مهمه جدا. وفي الاول وفي الاخر انت الاربع فرق بيمثلوا مصر، اتمنى ان شاء الله ان اللعيبه كلها والانديه كلها تبقى شكلهم كويس، ما يبقاش في مشاكل، تنافس كويس جوه ارض الملعب، شكل عام يبقى كويس، لان طبعا احنا بنمثل مصر في الوطن العربي والناس كلها بتتفرج علينا. ويبقى مثلا يعني حاجه او محافل حلوه، اجواء كويسه جدا، بعد كده ان الدول الشقيقه لو استضافت النادي الاهلي او اي فرقه تاني بعد كده تبقى الامور كويسه. فاتمنى ان شاء الله التوفيق للاربعه، النادي الاهلي اكيد رقم واحد بالنسبه لي، واتمنى التوفيق للحكام ويأدوا بشكل كويس برضه. اخيرا التشكيل من وجهه نظرك بتاع النادي الاهلي، ثم كلمات بقى للجهاز الفني واللاعبين، خصوصا بعد الرجوع من كاس العالم وبالحصول على المركز الثالث، وفي نفس الوقت
بعدها باسبوع مش باسبوع بعدها بكام ساعه اللي بتلعب بطوله ثانيه. هو طبعا بالنسبه لكاس يعني هتكلم على طبعا يعني كاس العالم اللعيبه طبعا كان نفسنا ان هم يلعبوا فاينل وياخدوا ويحققوا حاجه على الاقل المركز الثاني، حتى لو انت ما خدتش البطوله يبقى انت عديت مركز الثالث. ولكن يعني انا بتمنى ليهم التوفيق ان شاء الله ويكونوا بيأدوا بشكل كويس في اللقاء. بالنسبه للتشكيل اعتقد زي ما قلت لك كابتن اسلام ممكن بشكل كبير جدا ان هو يغير، اعتقد ان ممكن برضو الشناوي هيلعب، ممكن يريح هاني يلعب اكرم، ممكن كريم يدي كريم الدبيس، ممكن يلعب رامي ربيعه. انت عندك معلومه ولا انت بتقول التشكيل؟ انا احساسي يعني. ان طبعا اكيد وارد ممكن يلعب بنفس التشكيل، ولكن زي ما قلت لك الاجهاد ممكن يعمل روتيشن بكره. يلعب اكرم ممكن ناحيه اليمين، ممكن يلعب رامي ربيعه، وممكن يلعب ياسر، ممكن كريم الدبيس ياخد بكره. مروان اكيد وجوده مهم برضه في نص الملعب، ممكن مروان ياخد جنبي ديانج، ممكن ياخد قفشه يريح امام بكره، ممكن يلعب طاهر، ممكن حسين ياخد برضه في اللقاء. حسين برضه عنصر مهم وعنده مخزون كويس يقدر يلعب، متحرك ذكي بيعرف امتى يعني عارف رتم اللقاء ايه المطلوب منه، امتى يقف امتى يلعب امتى يجري. وممكن كهربا برضه ياخد في الحته دي ما يديش لمودست مثلا. ممكن نفسيا بعد مودست عدم هو قال حتى ان مودست نفسيا متضايق جدا من بعد الطرد الاخير. صح. لكن ما اعرفش انه قال كده والله، بس ده طبيعي. ده اللوجيك قال كده يعني. في مؤتمر صحفي ان انت النهارده بعد الطرد يعني. ايوه هو النهارده كان عنده امل وكان فيه كلام كتير جدا، الناس بتتكلم على مودست، وفي نفس الوقت الناس قالت ان مودست جاي عشان كاس العالم حظه نزل في 3 4 دقائق. يعني هو في عدم توفيق وفي توفيق. ممكن يديله ولكن مش هيبدا بيه اللقاء اعتقد. لا ما اعتقدش. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله، ويستطيع في ظل حالي والله العظيم يا جماعه ما بنقوله، علشان في ناس كاتبه ولا مبررات ولا بتاع، ولكن هذه هي الحقيقه. النادي الاهلي بيتعرض لاجهاد، مش انا لوحدي، امير غيرنا وغيرنا 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 وكباتن كبار متعلمين وعندهم قدر من الخبره يقدروا يتكلموا في هذا الامر، قالوا ان الاجهاد بيؤثر وبشكل كبير جدا في مثل هذه الامور. مش مجرد احنا ما بنقولش تبرير، هو الماتش اتلعب عشان نقول تبرير لا قدر الله حصل حاجه، احنا بنقول اللي ممكن او الـ لما تيجي التعليم او الناس شايفه ان الاجهاد ده له دور مهم جدا جدا في مباراه بكره، خصوصا مع النادي الاهلي مش مع نادي سيراميكا. انا عايز اقول حاجه بس يا كابتن اسلام، بالنسبه لاسلام بالنسبه للاجهاد الناس لازم تدخل اجهادي الذهني، اجهادي الذهني يعني مش ان انا قادر اجري ولا مجهد ولا العضله اللي مش عارف فيها اجهاد ذهني اجهاده اكبر طبعا. انت النهارده اجهاد ذهني اللي هو ايه؟ ان انت النهارده يعني اللعيبه بتلعب كل يومين ثلاثه ماتش صحيح وتوب ليفل، يعني بتلعب اتحاد جده، مطلوب اجهاد يعني تركيز كبير جدا، مطلوب مجهود كبير جدا، فطبيعي انك انت النهارده بعد البطوله اكيد نفسيا انت بتهدى شويه، فطبيعي الاجهاد الذهني ده بيأثر على البدني. عشان كده اللي احنا اتعلمناه هناك يا كابتن اسلام، اهم وقت في ال 90 دقيقه، في بدايه ال 90 دقيقه، في نهايه الشوط الاول، بدايه الشوط الثاني، نهايه الشوط الثاني، فان في النص ده تقدر تريح شويه تقدر تعمل، لكن انت النهارده ده اهم تركيز. النهارده كل الاجوان بتيجي بتخش فيه. طب عشان كده النادي الاهلي الميزه ان هو بيفصل تماما ذهني وبدني، بالتالي بيلعب لاخر نفس، ان هو في الاخر بتبقى اللعيبه مش مركزه والنادي الاهلي بيبقى مركز ذهني وبدني. فانت النهارده الناس لازم تكون عارفه الفرق بين الاجهاد الذهني والبدني، لان ده بيأثر على ده. طبعا ده له تأثير كبير جدا الاجهاد الذهني على البدني كمان طبعا. يعني حتى ده، فنتمنى يا رب نشوف ان شاء الله بطوله تليق باسم مصر وتليق باسم الاربع فرق اللي موجودين هناك، لانه الاربع فرق الحقيقه كلهم فرق كبيره جدا ولهم كل الاحترام وكل التقدير. انا بشكرك شكرا جزيلا يا امير على وجودك معانا، بنستمتع الحقيقه بوجودك معانا دائما. حبيبي يا كابتن اسلام، وانا سعيد ان انا معاك وتحت امرك في اي وقت، وطبعا قناه النادي الاهلي بيتي
وانا فخور ان انا شفتك منزل صوره النهارده. انا انبسطت بيها جدا ان انت بتتكلم اربع اخذتها منك ونزلتها عندي. نتكلم اربع يعني اربع اجيال مختلفه، اربع اجيال مختلفه، اربع برونزيات بدانا احنا بيها في الجيل بتاعنا، وطبعا الاجيال بتكمل اجيال، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى احسن للنادي الاهلي، واتمنى التوفيق للعيبه والجهاز الفني ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره الاساتذه، الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ أهلا كابتن، منور الدنيا. الله يخليك. ابدا بحضراتكم بكاس العالم وحصول النادي الاهلي على المركز الثالث في كاس العالم للانديه، واخد راي حضراتكم. طبعا يا عيني النادي الاهلي، يا عيني يعني يعني صعبانيه. حلوه البدايه دي. والله، لان انا كاتب حاجه بالمعنى ده. انه الفتره الاخيره كان في نغمه غريبه جدا، انه يا جماعه ايه بتاع البرونزيه، رابع مره دي. يعني ما تاخدوا حاجه احسن من كده. فانا شايف انه يعني اول حاجه جت في دماغي يوم مباراه البطل اليابان اوراوا، اللي هي دي حته ايه، انه يا جماعه النادي الاهلي ده يا اخي غلبان جدا، غلبان. بياخد الميداليه البرونزيه الرابعه في كاس العالم، يعني مش قادر ياخد. لا ما انتوا مش عارفين، مش قادر ياخد الفضيه، مش ياخد الاول ولا ثاني، ولا ياخد الذهبيه. خلي بالك بقى، شوف بقى. يعني طبعا اداء انا بشوف ان هو على مستوى المسؤوليه جدا، ده فني طبعا. نتكلم جد بقى. يعني دي بس كانت دعابه احسن حد يفتكرها بجد. يعني لا رئيس، ما هو خلي بالك، اصل الاستوديوهات الكوميديا كتير. سواء جوه مصر، ده احنا اكتشفنا استوديوهات الكوميديا بره مصر كمان. والله ما بهزر. شفناها. استوديو قال لك اسوء. طب ما قالش افضل ليه؟ وانت ليه؟ على فكره كل الاسوء ده له افضل يعني. لا، وغير كده انت باصص عشان عايز ابص للاسوء، يبقى انت عايز تعمل. ايوه، عشان انا عايز ابوظ حاجه. فطبعا النتائج لوحدها هي بتجيب عن الامر يعني. صحيح. فالنادي الاهلي حقق في هذه البطوله انجاز جديد. صحيح. مهما كان يقال من محاولات للتقليل من هذا الامر، وده اعتقد ان هو رد على الكثير من الانتقادات اللي كانت موجهه للعيبه وللمدير الفني مارسيل كولر. ايوه، الحقيقه في الفتره اللي فاتت فتاوي، انا سمعت فتاوي كتيره جدا جدا. حتى النهارده فتاوي وحكاوي. ايوه، حتى النهارده في المؤتمر الصحفي اللي هو عامله عشان استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا. مين؟ كولر. كولر. اوكي. قال يعني ما هو لاحظ ملاحظه انا شخصيا وكلنا ملاحظينها، ان احنا عندنا الانتقادات في الارض والسماء. يعني يا اما تجيب المدرب واللعيبه الارض ويبقى اسوأ مدرب في العالم واسوأ لعيبه في العالم، يا اما تطلعهم السماء. صحيح. فلازم يكون برضو في موضوعيه شويه في التحليل والتقييم. صحيح. ما تبقاش العمليه مرتبطه انه فريق مثلا ما قدرش يكسب النهارده، كويس، يبقى وحش، وهو نفس الفريق اللي بكره يكسب ويحرز اهداف ويضيع فرص كتيره جدا، عشان الناس تقتنع بس ايه، ان الامور محتاجه شويه قليل من الهدوء وقليل من الموضوعيه في التقييم. انما مش هتلاقي في مجموعه من الناس يا كابتن اسلام مش عايزه تبقى موضوعيه، هم رافضين يعني. بس تبقى الانتصارات الاهلي باتت تشكل عبء وازعاج كبير جدا لكثير من يجلسون امام الشاشات على فكره. وبعدين هي المشكله، مش انا مع حضرتك، ولكن هي بالنسبه لي انا برضو اسمع وجهه نظر حضرتك برضو استاذ محمود. انا بشوف ان انت يجب ان تضع الصوره كامله قدام المشاهد. بالظبط. لا تتكلم عن الافضل 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 الافضل. ولا تتكلم عن الاسوء 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 الاسوء. لكن يجب
ان انت تقول الاهلي الاكثر مشاركه، الاهلي شناوي قول كل حاجه أكثر معلومات أكثر، وقول ان برضو شناوي هو اللي دخل فيه اكثر واحد دخل فيه جوان، وقول ان الاهلي هو اكثر نادي اتغلب، وقول ان كذا، ولكن قول صحيح. ان المشاركه النادي الاهلي هم مش هيشوف فيك الجانب الكويس يا كابتن. انا مش بتكلم، انا بتكلم على اي اعلامي. ما انا بتكلم، ما انا بقول لك، ما انا بقول لك عليه. انا اتعلمت من حضراتكم هذا الكلام ان انا لما اطلع اتكلم اتكلم حتى لو انا في قناه فئويه. انا هنا بتكلم على القناه الفئويه، ده مختلف. انا بتكلم على القناه العامه، العامه المحايده في اي بلد، بتناقش الامر يعني، بتناقش الامر من كل الاصعده. اذا كنا احنا حضرتك كنادي اهلي او قناه اهلي بنقول بنضع الصوره كامله، بنقول احنا بنركز على الجانب الايجابي ولكن بنضع الصوره كامله. صدق انا ما جاش في دماغي قبل ما محمود يتكلم، انا ما جاش في دماغي موضوع ابر اكتر الهزائم ولا تاني اكثر هزائم. ما هو انت لو عايز والله دور... ما جات في بالي يعني. انا عايز اعرف العبقري اللي ساب كل اللي هو مش عبقري. لا هو هو مترصد، هو عبقري في الشر. هو لا مش شر، هو على فكره هو ما قالش حاجه غلط. البعض المعلومات الخاطئه، ولكن عموما هو قال صح ماشي. ولكن لم يضعها في نصابها. ايوه يعني ايه يعني؟ قال لك ان يعني ما رتبش الافضل مع المعلومات الكامله. ما قالش ان الافضل الاكثر المشاركين النادي الاهلي ب 25 مباراه. لا هو قال لك النادي الاهلي اللي اتغلب في 11 مباراه. طب ما ده صح، مش عاوز يظهر، ولكن ده هو عاوز يظهر جانب معين، عين واحده او وجهه نظر واحده، هو ده اللي أو, أنا بقول. او نيه مبيته لشيء، لاظهار شيء معين، انما ده في النهايه مين هيبص عليها يا استاذ جمال؟ لا يحجب لا لا من حضرتك عشان يكون واقعيين. اتفضل. هو لو تكلم في اي قضيه اخرى بعيد عن النادي الاهلي، انظر الى عدد متابعيه 4. أنا بقولها لك أهو. لابد أن ترى، والملفت للنظر والكلام اللي أنت قلتوه واللي قاله الكابتن إسلام في مجمل الكلام، أن الأمر في خطورته تعدى كمان إلى بعض الفضائيات العربية. دخلت على الخط، لقت أنه في فرصة أنها تتشاف من خلال أن يصبح الأهلي المادة الأساسية ليها. يخبط يعني. أيوه طبعًا، المادة الأساسية بنقل الصورة ويعني أخبار مغلوطة، وخرجت عن الحياديه بادعاء ان هي بتقول الحقيقه. وانا بتحداهم ان اي واحد فيهم يقدر يتكلم على انديه بلده، يعني ما يقدرش ينتقد انديه بلده الكبيره ولا يقدر يقول فيها كلمتين، لانه عارف المجمل والنهايه فين. لكن هو راى عندما راى الاخرين يعني من الداخل لا يراعون لا ضمير ولا مهنيه ولا اخلاقيه، فوجد فرصه مهنيه. ما انا بكلمك اهو، انا بكلمك عايز يعني انا عايز ايه يا استاذ محمود في كلام صح كلام حضرتك اللي بتقوله ده، ولكن المهنيه تحديدا ليه؟ لان انا طالع اخاطب بشاشه محترمه وشاشه كبيره جدا، وبالتالي لما اجي اتكلم احط القول اللي انت عايز تقوله على فكره. قوله بس قول المعلومات كامله. صح، ما احنا ما هو لو قال المعلومات كامله ما احنا هنحترمه ونقول له انت شكرا. لكن هو باصص على ايه؟ هو دلوقتي الناس يقول لك يا اخي ما فيش غير الاهلي بيلعب. يا عم انتوا تعبتونا، احنا قاعدين نتفرج، ما كفاياكم بقى عاوزين ندخل يعني في يعني عاوز اقول لك ايه؟ ده مجمل لبعض مين؟ قصير النظر. قليل الحيله. قليل الحيله. قليل الحيله، مش لاقي فرصه. لكن عندما يتحول البعض يدعي انه اعلامي، وخاصه المشهد، انا شفت كم لقطه كده من بعض البرامج العربيه المسمى بالعربيه. هو يجد ويتكيف وجايب ضيوف هدفهم حاجه واحده، محاوله التقليل من النادي الاهلي. هو مشكله صعبان عليه، هو مش مدرك حجم ان هو بيعمل ترويج للاهلي اكبر مما تتخيل بالكلام اللي هو بيقوله. انت بتزيد الامور بالنسبه لك تعقيدا منك انت بتقول كلام المشاهد القاعد. اذا كان في مشاهد بيسمعك لما بتجيب سيره الاهلي يبقى ازاي شايفك وبص عليك الامر. يا جماعه في المجمل انك انت النهارده لما تاخد بطوله دوري ابطال افريقيا، ولما ما خدتش بطوله دوري ابطال افريقيا برضه رحت كاس عالم. يعني عاوز اقول لك ايه؟ حتى لما ما خدتهاش ولما يحالفك التوفيق فيها رحت برضه كاس عالم. طيب هي الكوره ايه؟ كوره يوم ليك ويوم عليك. عشان بس نتكلم بالمنطقيه، الاهلي في مباراته مع فلومينينسي البرازيلي لعب مباراه كبيره جدا. التوفيق وعدم التوفيق، ما كان ممكن كوره واحده من اللي بتروح بتيجي. صح، ومش هقف انا عند ضربه الجزاء وعدم ضربه الجزاء، وما بحبش اتكلم على ضربات الجزاء والتحكيم والكلام ده، لانه النهارده معاك بكره معاك حكم غلط قرار، لكن مش هنخش في التفصيل يا جماعه. لكن اللي انا عايز اقوله، سيظل البعض على حقده ومرض قلبه هدف الاهلي بالنسبه له، وضع الاهلي هدف قصاده حتى يجد لنفسه
سوق او باب حد يسمع له ويعمل مداخله يخش كذا يتجاب في برنامج فاتالف الحدوته. فانا لما اجي اخبط اخبط في مين؟ اخبط في كبير القوم، مش اخبط في حد معدي في الشارع على فكره. كبير القوم ده هدف ماشي. فاصبح الاهلي على الرغم قلنا نحن ايه وبنعيدها تاني، السفينه ماشيه عماله تنجح وغيره عمال يحدف عليه طوب وهو مش بص عليه. يعني اللي انا عايز اقوله يا جماعه يعني بتخرج من بطوله وتدخل بطوله، هذا هو قدر الاهلي ورجاله وادارته ومسؤوليه. لو انت توقفت قدام كل واحد حدفك بزلطه ولا بطوبه خلاص مش هتاخده خطوه، لكن عليك ايه؟ ان تصلح من اخطائك، ان تصلح من عيوبك، ان تجدد للافضل، ان كل لديك خطط وافكار قدام ايه الجديد اللي انا هفاجئ بيه عشان احافظ على اللي انا وصلت له زي ما قلنا ايه؟ ها في رساله الكابتن في البدايه اللي جاي اصعب. اللي جاي اصعب وصعب. فانا عاوز اقول لك لن يقف الاهلي ولن تقف مسيرته امام ما يحدث من محاولات التقليل او محاولات التشويه، سترتد اليهم بمزيد من تحقيق من البطولات والالقاب، وسيظلون يجلسون بجوار الحائط يبكون على احوالهم واحوال من يشجعون. طيب عايزين تقولوا حاجه تانية في كاس العالم عشان ننتقل الى انا عاوز اقول حاجه احسن. انا عاوز يكفي حاجه واحده بس. اتفضل. ها رئيس الاتحاد الدولي قال ايه في الميكروفون؟ قال ايه؟ قال يلا يا اهلي، نطق بالعربي. دي كفايه. متسبي عمل ايه؟ قفز من على الكرسي عمل ايه؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ يعني في حاجات بتحصل. هذا ممثل افريقيا، هذا ممثل افريقيا. يجب ان الجميع كانت الامنيات وكانت الامنيات والطموحات أكثر انه يروح للمباراه النهائيه وكانت قريبه، لكنها اراده ربنا وبنحمد ربنا على اللي احنا وصلنا له وبنقول ما زلنا لن نفقد الامل وهنشتغل على نفسنا وهنحسن نفسنا حتى يتحقق الامل في يوم ما. ماشي. عاوز اقول لكم شوفوا ميسي قاعد قد ايه عشان نفسه ياخد كاس عالم ونفسه ياخد كوبا امريكا. خدها امتى؟ هو بيبطل وهو بيبطل. هي طبعا قبل ما نقفل الكلام عن كاس العالم نقول انه النادي الاهلي له مسيره معينه هو عارفها كويس وبينفذها بشكل جيد. وعلى فكره والنادي الاهلي لم يشارك في هذه البطوله لا جدعنه ولا مجامله بسبب حصوله على دوري ابطال، لقب دوري ابطال افريقيا. فاذا الموضوع ما فيهوش تاليف. يعني ده اضافه لكلام حضرتك ان انت لما تقول حقائق يعني مطلوب ايه من النادي الاهلي؟ ان هو لما يتأهل إلى كأس العالم للأندية ما يشتركش مثلا ولا إيه؟ لا هو الوضع الطبيعي. وعلى فكرة يطلع سادس عشان الناس تقطع. لا وعلى فكرة والله يا كابتن إسلام كلامي أو كلام الأستاذ محمود إحنا مش بنقول يعني مش معنى كلامنا إن إحنا هنوقف تيار الهجوم والانتقادات. لا لا هي موجودة موجودة ويجب أن تتعايش في ظل هذه الحكاية. طبيعي جدا ان انت هتتعرض لانتقادات ولكن المهم ان تنظر للامام. الانتقادات دي نعمه. نعمه من عند ربنا عشان تخليك صاحي. المهم ان انت باصص. المهم ان انت باصص قدامك عارف اهدافك ايه وبتحققها وده شيء يعني يسعد جماهير النادي الاهلي بلا شك. ويجبر الجماهير الاخرى بمختلف انتماءاتها على احترام النادي الاهلي لانه هم شايفين ان هو موجود على طول في المناسبات الكبرى. فايه مطلوب اكتر من كده؟ بالاضافه طبعا الى المكاسب الماديه اللي لا يمكن بقى تتوزع صحيح بالمساواه او بالتساوي. يعني مش هنيجي نقول بقى والله الاهلي كسب كذا فنوزع شويه على الانديه الاخرى. لا هي كل واحد بياخذ او بيحصد ما زرعته يديه. هو عمل حاجة معينة وتعب وربنا بيكافئه من خلال البطولات اللي هو بيشترك فيها. نقفل هذا الموضوع وألف مبروك. نقفله على خير. على خير دائما يظل النادي الأهلي هو يعني إن شاء الله ما يبقاش تالت العالم، يبقى أول العالم إن شاء الله خلال الأيام القادمة. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نشوف هذا التقرير المارد الأحمر من جدة إلى أبو ظبي. أشغال شقة. نطلع نواصل وبعد الفاصل نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم.
قلت ما بتديك طاقه مناعه تركيز وست تاثيرات مختلفه على الجسم. قلت ما بتديك صحتك هي اللي تسندك. والمارد الأحمر اعتاد على أن يكون في تحدي جديد بعد كل بطولة يشارك فيها، وهو على قدر المسؤولية والثقة في تحقيق الانتصارات، ودائما ما يكون الهدف الأول الذي يسعى إليه على مدار الأجيال المتعاقبة التي ارتدت قميص الأهلي. رحلة جديدة في قافلة النادي العريق نحو لقب جديد بعد إتمام مهمته المونديالية بنجاح، انتهت بحصده الميدالية البرونزية على حساب أوراوا الياباني برباعية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، وتحقيقه أرقاما قياسية جديدة في البطولة العالمية التي ظهر فيها للمرة التاسعة والرابعة على التوالي. مجد جديد سيسعى المارد الأحمر لبلوغه مجددا في بطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد، خاصة وهو حامل لقبها والمتوج على عرشها في 13 مناسبة، وذلك أمام سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة في نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، في ظل الإجهاد الذي تعانيه كتيبة كولر بسبب ضغط الوقت وعدم الراحة بعد الانتهاء من مونديال الأندية. بطولة لا تقل أهمية بالنسبة لعشاق المارد الأحمر عن التتويج بالبرونزية في كأس العالم للأندية، ودوافع ستكون جديدة للاعبين لتقديم مباراة مميزة ومواصلة التألق لتكون الفرحة مضاعفة. يعد المارد الأحمر الوحيد الذي توج باللقب من قبل بين الأندية المشاركة في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة مع منافسيه، كل من بيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا. جميعنا ينتظر ظهورا مشرفا كما عهدنا المارد الأحمر في تاريخ مواجهاته أمام سيراميكا، فهذا قدر النادي البطل، لا وقت للاستشفاء ولا وقت لتصحيح الأخطاء أو حتى للترفيه أو الراحة للاعبين. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، استاذ محمود، كيف يمكن للجهاز الفني بكره في مباراه بكره هذه البطوله بطوله السوبر الابطال، كيف يمكن ان يجدد الدوافع في ظل ان انت يعني تالت عالم، يعني كيف تجدد دوافعك للبطوله دي؟ انا بشوف اولا هي الدوافع بتتجدد تلقائيا، ولاعيبه النادي الاهلي النهارده عندهم انا بركز بس على برضو جمله او تعبير ركز عليه كولر في الفترة الأخيرة، اللي هو التركيز. التركيز مهم جدا في إنهاء الهجمات. النادي الأهلي يعني بيوصل كتير قوي لمرمى الفرق المنافسة بشكل قوي وفي إلحاح وفي صحيح. إصرار. اللي بيفرق هو التركيز واللمسة الأخيرة. نعم. وإحنا يمكن يعني نغمة الحديث عن المهاجم الصريح انا شايف انها مفروض تقل شويه بعد ما شفنا ان اللي بيشاركوا في احراز الاهداف مش فقط المهاجمين. يعني انت لو شفت المباريات الاخيره هتلاقي هنعمل لها بكره نسبه لانها مهمه جدا يا كابتن. يعني علي معلول، ياسر ابراهيم، مين تاني؟ محمد عبد المنعم، امام عاشور، محمد عبد المنعم، هتلاقي في قفشة، حسين، يعني في ظل الكرة مش مفيش اللي هو التقايد بالمراكز، بالعكس اللي كان بيتقال زمان القادمون من الخلف قد يكونوا أخطر لأنه هو مش متعرض للرقابة. صحيح. ده لا يعني أنه الأهلي ما يتمش بالمهاجم أو بتدعيم صفوفه، لأن ده 100% فكر موجود في ذهن مجلس الإدارة ولجنة التخطيط بلا شك. يعني مش قاعدين هم يتفرجوا، اكيد
عارفين ايه المشاكل وايه العيوب بالتعاون مع كولر. فانا بشوف انه التركيز في مباراه سيراميكا خاصه بعد العوده من كاس العالم للانديه بعد الاداء، انا بشوف ان هو اداء هجومي رائع دفاعي متوازن بجد، حتى التحول من الدفاع للهجوم كنا سريعين جدا في تنفيذ هذه التحولات. المهم التركيز، والمهم ان هم يعني ايا كان العناصر اللي هتبتدي حتى لو في تغييرات، احنا عارفين انه التحركات كلها او التغييرات كلها بتتم في اطار معين، يعني مش مستر كولر مش هيجيب لعيب ما بيلعبش خالص ويبتدي بيه 100% هيديله جزء، واذا الموقف تأزم ممكن يشرك اللعيبه الاساسيين، ده حسب رؤيته هو للمباراه. استاذ محمود، مباراه صعبه طبعا لا شك، ولكن انا عندي نقطتين في غايه او ثلاث نقاط في غايه الاهميه. يعني النقطه الفاصله في مواجهه الاهلي مع سيراميكا وكلمه السر جمهور الاهلي بكره، هو اول مره الراجل بدا اول مره سيراميكا هيلعب قدام استاد مليان، يعني دي نقطه مهمه جدا ودافع قوي للاعيبه الاهلي. اوكي، يعني ده لابد هم يتم استغلاله بالصوره الانسب. تمام، دي هو راجل النهارده كولر اما هو قال الكلام ده في الجمهور وراجل عجبني في ال، وانا على فكره عملت زيك. انت عارف انت عارف التسقيفة دي بتاعت ايه؟ بتاعت فريق الصباح بتاع النادي الاهلي. كده ماشي، فريق كشافه. فريق كشافه فريق الصباح. فاللي انا عايز اقول لك انه نقطه الجمهور تبقى عامل دعم مهم جدا نعم لشحن اللعيبه. ايضا مش هقول مساله توزيع الجهد، الاستفاده توزيع الجهد. أوكي. الاستفاده رقم واحد من الفرص، دي رقم اثنين. طبعا. أوكي. انت عليك انك انت تستفيد الفرص اللي بتجيلك قدام المرمى، الفرص اللي بتجيلك قدام المرمى. ما خلاص اصل ايه على فكره، لانه طبعا اعتقد ايمن الرمادي او كابتن ايمن الرمادي من المدربين بامانه شديده اللي قدموا نفسهم حقيقي للكره المصريه وللدوري المصري بشكل مميز. مزبوط. هو عمل مباراه جيده جدا مع النادي الاهلي في بطولة الدوري، في مسابقة الدوري، كانت واحدة من أربع مباريات فيها ربع ساعة في بداية المباراة ثلاث فرص من الأخطر الفرص اللي أول مرة أشوفها اتعملت على النادي الأهلي. صحيح. منهم اثنين ومنهم واحدة في القائم وواحدة في العارضة. فأنا عاوز أقول لك إنه بكرة هو مريح 10 أيام وجاي معسكر هادي وبتاعه منتظرك. لو قاعد في الإمارات بقول لك إيه؟ بقول لك قاعد في الإمارات 10 أيام وهادي وبتاعه وجاي بقول لك إيه؟ سيبكم بقى من الكلام، يقول لك الأهلي جاي مجهد وبتاع، لا الوضع مش كده، ما هو لازم يديك إيه؟ يديك كام تصريح كده يشدك بيه ويوديك في حته تانية. لكن هيلعب على عناصره، عنده عناصر مميزه تتحط فيها فيها الحسبان، من عندك من جون ايبوكا لاحمد ياسر ريان، ومن خلفهم محمد ابراهيم، ومن خلفهم زلاكا، ومن خلفهم خط دفاع مميز في رجب نبيل، وفي احمد بيكهام، وفي في الباك ليفت محمد احمد شكري او محمد شكري. فانا عاوز اقول لك ايه، يقول كيبر برضه مميز. فاعتقد انها هتبقى فيها مباراه فيها اثاره، لكن انا شايف انه سيراميكا مش هيندفع، مش هيفتح صفوفه، حقيقي هيحاول يلعب، يخطف واحده يخطف اثنين ماشي، او يدخلك في وقت ان هو يقفلها عليك ويرهقك لغايه ما توصل لوقت انك انت نفسك يعني. لكن اعتقد انه وجود جمهور الاهلي هدف اساسي جدا زي ما قال الاستاذ جمال، مهم جدا الكلام اللي قاله كولر، تركيز في كل حاجه في المباراه، تركيز في الفرص اللي بتلوح لك، تقليل نسبه الاخطاء، اللعب بهدوء، انت عارف انت عاوز ايه، سوبر بشكله جديد، سوبر رباعي على غرار السوبر الاسباني والايطالي واللي اتعمل، ونظام طبعا المنظمين نفسهم البطوله تنجح عشان تبقى خطوه للامام انك انت تزيد. طبعا كل ما يكون في عندك انديه شعبيه كل ما نسبه النجاح بترتفع. فاعتقد انه الشكل هيبقى تبقى مباراه مميزه، اتمنى ان شاء الله التوفيق والحليف لعيبه الاهلي، وان شاء الله باذن الله تعالى بكره للوصول للمباراه النهائيه. كيف يمكن التفكير في هذه المباراه من الناحيه الفنيه؟ أنا شايف إنه مش أنا يعني هو كولر شايف إنه فريق سيراميكا واحد من أقوى الفرق اللي بيلعبها طبعا. زي ما الأستاذ محمود في كلامه قال إنه في أول، هو ذكر ده حتى في كلامه، قال في مباراة الدوري كان الفريق بيهاجمنا وكذا وكذا، وبالتالي هو شايف ويعلم تماما مقدار قوة فريق سيراميكا كليوباترا، مع الاعتراف إن هو بقى لهم 10 أيام موجودين وفي الإمارات ومعاهم مدير فني جيد ومعاهم مجموعة من اللاعبين جيدين في ظل حالة الإرهاق اللي موجودة فنيا جوه الملعب. بص يا كابتن، هو اولا لازم نعترف او نقر ان المباراه صعبه، واصبحت كل المباريات النهارده ما تقدرش تتوقع ولا تتخيل
سيناريوهاتها ايه، وان كان السيناريو الاغلب لكل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي هي بتعتمد على التحفظ الدفاعي والالتزام الدفاعي لاستنزاف مجهودك، لان انت بتبقى من البدايه حريص على ان انت تهاجم، تبني هجمات ضغط متقدم، الحاجات دي كلها بتاثر عليك انت. نعم. وخاصه ان انت مرهق من كاس العالم، يعني كام مباراه في خلال 10 ايام، ثلاثه باين ثلاث مباريات اللي لعبناها جمعه اثنين جمعه اللي هو في خلال مستوى الفرق اللي بتلعبها، خلي بالك مهم جدا، ومستويات عاليه جدا. وبرده انا بتفق مع الاستاذ محمود في انه مساله توزيع الجهد، ان احنا نبقى تيك كير قوي، ان انت ما تحطش كل مجهودك في فتره زمنيه جدا، يبقى في توزيعه او تبقى تغييراتك مبكره مع الشوط الثاني، بحيث ان انت تعوض فرق هذا الجهد. لكن انا بشوف انه برضو الـ ان شاء الله تكون، اعتقد يعني ان الكفة هتكون ارجح للنادي الاهلي، بشرط مفيش بقى والنبي الفرص السهلة اللي بتضيع، ولا التسرع في التسديد. لازم يبقى فيه حرص على التسجيل من انصاف الفرص طبعا، مبكر لان طبعا ده مهم جدا يا كابتن، هدف مبكر غير مباراه وده ايوه، وده هيفرض الريتم بتاعك على المباراه لو انت فكيت الالغاز من مبكرا يعني. بانك تحرز هدف او اتنين، ده هيضع الفريق المنافس تحت ضغوط، وهيفتح هو صفوفه او خطوطه عشان يحاول ان هو يعوض، وده يديك فرصه اكتر للتسجيل مره اخرى يعني. استاذ محمود طبعا في نفس الاطار الفني، زي ما قالوا كمان، زي ما انا بقول لك انه انت مع التغييرات الكثيره جوه الملعب، انا ولا اعتقد انه هيبقى في تغييرات، واعتقد ممكن مثلا نشوف كثيره ولا قليله، نشوف كريم الدبيس في الباك ليفت، اوكي ممكن نشوف في نص الملعب في عناصر كتير، ممكن نشوف ديانج، اعتقد اتمنى اكون يعني اكيد يعني، انا حسيت انه ديانج ما خدش في المونديال، ما خدش خالص، ممكن يبقى في حاضر بكره بدايه المباراه، ومعاه مروان وممكن اكرم وممكن امام عاشور وممكن افشا، يعني اعتقد حساباته اكيد هو طبعا عارف سيراميكا واتفرج عليهم وشايفهم جايين وقاعدين مركزين، فرقه جايه ل 10 ايام مع صابه هاديه، وممكن ال 10 ايام دول يكونوا برضو عدم لعب مباراه بيكون ذو تاثير يعني برضو على الجانبين، مساله ايه؟ مساله تباين. لكن زي ما انا قلنا حضرتك انه في المباريات دي وانت جاي من بره ولعب ثلاث مباريات، وقبليها جاي من تنزانيا ونزل على القاهره ولعب شباب بلوزداد وعملت ماتش واتعادلت فيه، وبعد كده طلعت على طول على كاس العالم ولعبت ثلاث مباريات في عدد ايام محدود 10 ايام مثلا وكده، وعملت مباراه كبيره جدا في الافتتاح ابهرت الناس كلها، وبعد كده قابلت وبرده عملت مباراه ثالثه المباراه الثانيه بنفس الاداء المميز وضيعت وكنت قريب، وعملت مباراه يعني عاوز اقول لك ايه، الاداء لم يتباين سوى في اهدار الفرص، يعني انت لم تقدم، ما حدش قال لك الناس كلها زعلانه، انت اهدرت حجم من الفرص غريب جدا، كان من الممكن ان تكون في المباراه النهائيه لو كنت احرزت طبعا 30% من هذه طبعاً. انا بقول لك انت محتاج حتى لو دخل فيك الجول، انا بقول لحضرتك انت كم حجم الفرص اللي محتاجها، ودي محتاجه اعتقد هتكون في حسابات، ما هو انت برضه معلش يا استاذ محمود، ما هو انا لو مكان مستر كولر ما عنديش وقت، انا النهارده عايز احسن، انا يا سيدي راجل عايز، عندي مشكله في اضاعه الفرص السهله، فانا عايز احسنها، فهعمل ايه؟ هحسنها ازاي؟ خلينا نتكلم عملي، هحسنها ازاي؟ بالتدريب. طيب انا يوم الجمعه كان عندي ماتش، الاثنين اللي قبله كان عندي ماتش، الثلاثة اديت للعيبه اجازه، الجمعه اللي قبلها كان عندي ماتش، فارجع لك من الاول شويه، خلينا من الجمعه اللي قبلها، الجمعه اللي قبلها ماتش، السبت تمرين لحد تمرين خفيف، الاثنين اعمل ايه؟ كابتن ما تعملش حاجه يا كابتن، يعني كلامك انت 10 على 10 محمود لا كلنا كلامنا هو ده كلامنا، بس انا بكلم من 15/9 اللي هو مباراه السوبر مع اتحاد العاصمه، حتى 22/12 اللي هي مباراه اوراوا الياباني، انت لاعب 20 مباراه من 15/9 يعني في 3 شهور، من 15/9 الى 22/12 انت لاعب
20 مباراة بالظبط. نص الموسم يعني. لا لا الموسم يعني اللي يعني نص الموسم. ايوه لا الموسم. نص الموسم بادي. اصلا لو الدوري عندك يعني. خلي بالك انت حسبت ده النادي الاهلي فقط. بدون منتخب مصر. نعم. بدون منتخب مصر. طبعا لا انا بتكلم على ماتشات. منتخب منتخبات يعني. على ماتشات النادي الاهلي. فهتلاقيها بمعدل غريب برضو 15 19 24 29. ده خلاص يا استاذ جمال. ايوه يعني. لا لا كويس كملها لي دي. يعني مثلا. اللي عندك يعني. 15 9. 19 9 24 9 بعد كده 29 9 يعني كل اربع خمس كل اربع ايام 4 10 بعد 29 9 4 10 اكتوبر 4 ايام 8 10 20 10 دي شويه فيها لا من 8 ل 20 ده المنتخب اجنده وكام بطوله بقى يا كابتن كام بطوله كام بطوله انت لاعب فيهم 6 اعتقد السوبر الافريقي دوري الابطال الدوري كاس مصر اوكي الدوري الافريقي الدوري الافريقي اللي هو الجديد يعني كاس مصر القديم كاس العالم للانديه وكاس العالم للانديه سبعه يعني عندك كمان مشكله ذهنيه ازاي تخرج اللعيبه هي دي يا استاذ جمال هم نفسهم هو انا دلوقتي راجل بلعب في كاس العالم للانديه خلينا برضو حط يعني انا بقول هنا وانا بوجه كلامي لجمهور النادي الاهلي او لبعض من لا يشجع النادي الاهلي لانهم هم في الاساس هم اللي بيودوا الكلام للاتجاه ده بالظبط لو حضرتك بتلعب فجأة مع في كاس العالم وبعدين فجأة بعدها بيوم عايز تعمل السويتش ده تغير دماغك ان انت تروح تلعب في كاس الابطال لا وتفتكر كاس الابطال إيه السوبر انت المصري لا انت لازم تفتكر فهتعملها ازاي ايه يعني خلي بالك يعني انت خرجت لعبت كاس العالم للانديه هتروح تلعب السوبر المصري البطولتين مهمين جدا بالنسبه لي عنده دوافع يعني انا لاحظت في كلام كولر برضو هو قال امبارح النهارده في المؤتمر النهارده من جمله عجبتني ان هو بيقول احنا لغايه دلوقتي خسرنا ثلاث بطولات يعني ايه خسرنا مش بطولتين الثالثه كاس العالم كاس العالم اوكي يعني اذا هو الراجل شغال برضو ذهنيا على انه بيحفز اللعيبه لا انتوا عندكم اول بطوله حقيقيه لازم تكسبوها يعني مدخل كاس العالم في الحسبه ما هو مدخل مع ايوه مع الجمهور الاهلي برضه لا يعني احنا كلنا مش حساباته مختلفه يا استاذ جمال لا احنا مش طموحنا ان النادي الاهلي ياخد بطوله كاس العالم النهارده انت معايا يا كابتن اسلام كون هو مدخلها وبيكلم لعيبته على كده ده برضه شيء تحفيز مهم جدا للعيبه يعني انت قدمت اداء مميز في المباريات اللي انت لعبتها في كاس العالم لكن احنا بنتكلم على مستويات كبيره مستويات على فكره مستويات فنيه مستويات على فكره يعني. فنيه عاليه وضيعت فرص وصنعت ورحت وجيت في النصف النهائي بدلك الكوره ما جاتش معاك خلاص انا بشوفها يعني واحده والتانية انا اسف بشوفها طبعا في ماشي ده ضربه الجزاء وكرايحها مش مختلفه لكن اقول لك ايه انت بعد ضربه الجزاء ضيعت كام كوره عد كده ثلاثه اربعه اربعه ايه أربعة محققين لا بيرفكت يعني مش محتاجين يعني كلام لكن أربع فرص حقيقية ما أنا بقول لك لكن عاوز أقول لك إيه هنا توفيق وعدم إيه؟ عدم التوفيق أنت الظاهرة دي الموجودة اللي ملموسة ولمسها وكولر نفسه أكيد هتحتاج منه التفكير في الفترة اللي جاية أنا ما بتكلمش على دلوقتي بعدي الوقت مسألة إهدار الفرص السهلة بغرابة شديدة جدا دي بتكلف الفريق إيه؟ ها؟ كان آخرها إيه؟ كان بدايتها إيه؟ شباب بلوزداد ضيعت في الشوط الاولاني كم فرصه رسميا ثلاث اهداف حقيقيه كان ممكن تخلص بيها الماتش وكان نتيجه انك انت في الشوط الثاني ايه بدنيا ريحت المنافس استغل رجعت انت فاخر شويه حاولت ما قدرتش المباراه الافتتاحيه في كاس سوبر الابطال المصري اكيد هيبقى الكلام والشغل كله من كولر على الجزئيه دي جزئيه التركيز والتفاصيل الصغيره ازاي ان انا اخلص السويتش ايوه ازاي ان انا اخلص عشان ما اتعبش لازم الفرصه اللي تجيلي بس ده طبعا بيتوقف عليه قبل ده كله التوفيق وعدم التوفيق توفيق ربنا مهم جدا طبعًا. يعني انا بيعجبني دايما قصدي كان في تعبير بيتقال كده من النجوم الكبار يقول لك الاهداف ده رزق مش ايوه مش زي ما انت فاهم ده رزق بتاع ربنا بيحطها لك كده بتعملها كده بتروح فعاوز يعني عاوز اقول ايه هتحتاج انك انت تصفي ده وتشتغل ده طبعا جزء كبير الفرحة جدا كمان. من الاعداد النفسي مهم جدا للفريق الشغل بتاع الجهاز الفني اللعيبه قدرتهم على ان هم يتجاوزوا يطلعوا من اجواء يدخلوا في اجواء تانية كل ده اعتقد
هيكون الدافع والروح، وانا بقولها وبراهن عليها، وجود امتلاء مدرجات ملعب محمد بن زايد. اكيد هتكون دافع معنوي لروح الفانلة الحمراء اللي هي دايما كتبت تاريخ النادي ده على مدار تاريخه، وستستمر صحيح. الى ما لا نهايه. هي كلمه السر في هذا الانجاز. وزي ما قلنا قبل ما نسافر، بعد ما الناس كان عندها احباط واحنا مسافرين من شباب بلوزداد، فاجئنا باداء وعرض لم يكن متوقع، اثبت فيه كل من حاول او يحاول ان يقلل او يخفي الحقيقه ان روح الفانلة الحمراء تظهر في وقت الازمات. تشكيل النادي الاهلي بكره من وجهه نظرك؟ انا يعني برضو بتمنى انه التغيير ما يبقاش كبير، يعني يبقى فيه، انا معاك على فكره، يعني انا بتمنى انه يكون في ثبات، لان التشكيل دلوقتي 2-3 بالكتير وجهه نظري. لا يعني ممكن مثلا واحد في كل مركز، لو انت عايز تريح لو انت عايز تريح مثلا علي معلول، والراجل ده لازم بصراحه نشكره جدا جدا على المجهود اللي بيعمله والاداء الروح العاليه جدا حقيقي. اللي بيلعب بيها، فلو انت عايز تديله جزء من الوقت يستريح، لو المباراه مشيت من غيره كويس تستغنى عنه في هذه المباراه. لكن انا بشوف انه التركيبه التشكيله اللي موجوده حاليا، لو يقدر مستر كولر هو الادرى بحاله اللعيبه، هم ثلاث عناصر في الغالب يدخلوا يا ريس. ايوه، ما هو انا بقول له يبقى تغيير في حدود معقوله اللي هو للحفاظ على وجهه الشكل. نظرك برضه دي وجهه نظري طبعا. لا، وجهه نظرك التشكيل الشناوي اوكي، ممكن محمد هاني او اكرم، ممكن يعني في الحاله لو عايز تريح اكرم برضو بيجيد بشكل كبير طبعا. ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم اعتقد ان هم برضو كونوا يعني ثنائي يعني قوي جدا. لو فيهم حد مرهق برضو رامي ربيعه بيقوم بالواجب. انا بدي الاحتمالات، اتكلمنا عن علي معلول وديبيس الثلاثي الوسط، عندك بدائل برضو كتير، لكن انا بفضل لو حالتهم البدنية كويسة ومش مراقين، يبقى هو مروان عطية وكوكا طبعا، لان كوكا كمان من كوكا ولا ديانج؟ لا انا بقول ان كوكا من المكاسب كمان في هذه البطولة. ديانج ممكن يكون له دور بديل يعني. عندك بقى كمان امام عاشور وقفشة، اي واحد فيهم هيلعب انا بثق في الاثنين حسب وجوده، يعني الاثنين بيؤدوا. الثلاثي الهجومي انا بشوف ان هو لا تغيير انا من وجهة نظري. وقد لو انت عايز تدي فرصه لاخر او اخرين ممكن، بس انا بخليهم كبدلاء. اوكي، وطبعا الكلام في الاول وفي الاخر احنا قاعدين بنتكلم تكييف السائع في الدنيا لطيفه، تكييف حلو وساقع اهو فالدنيا حلوه، وانت مش عايزه يبقى كده خلاص اخر الحلقه بقى. ايوه لكن هو الطبيعي ان المدرب هو اللي ايده في الشغلانه. فاحنا كل كلامنا مجرد تصورات نظريه جدا برضه عشان يبقى تقييمنا موضوعي يعني حقيقي. وكهربا فتره التقاف انتهت 6 ماتشات اعتقد. انا شايف انه ممكن هو بس كريم الدبيس، ممكن هو ممكن يبقى تغيير في خط الدفاع. ممكن يبقى ديانج مع كوكا. امام عاشور او قفشه. خط الهجوم اعتقد انه يبقى محتفظ بيه بنفسه وشكله. التغيير ممكن يبقى ايه حسب ظروف المباراه، يعني ممكن تبقى عنده تغييرتين في الحدود او 3 اذا هو مثلا حب يريح حد من قلبين الدفاع، وده ما اعتقدش انه هيعملها، هيفكر فيها كتير جدا لانه برضو عندك ايبوكا سريع جدا، عندك الكرات العاليه فيها 2 مميزين في فرقه سيراميكا، فهتاخد تبقى الحسابات والتغييرات هتبقى مختلفه بحسب هو شايف ايه وتقييم لحاله اللعيبه ايه. ماتشين الماتش الثاني يا استاذ جمال مودرن وبيراميدز، ده هيبقى قبل ماتش الاهلي. رايك فيه ايه طبعا؟ لا ماتش صعب طبعا، مهم جدا، ويعني اعتقد انه مواجهه برضو يعني قويه بين الفريقين. وخلي بالك الثلاث فرق اللي مع النادي الاهلي فرق جيده جدا. ايوه، اثبتت وجودها
على خريطة الدوري ومنهم بطل الرابطة سيراميكا كأس الرابطة دي يا كابتن بالمناسبة كده حتة على الماشي اتفضل. لازم بعد عدم مشاركة الأهلي ومشاركة الزمالك بالشباب لابد من يعني عمل إعادة نظر في هذه البطولة من جانب رابطة الأندية المحترفة أو الأندية المصرية يعني يا إما في المواعيد لأن أنت عندك بطولتين أساسيتين الدوري والكأس كأس مصر أوكي. كأس مصر هي الأقدم كمان بدل ما نقعد نلعب نهائي كأس مصر الموسم الماضي ومش لاقيين يوم طب ما تكمل مسابقتك الأول واظبط مواعيدك واعمل تعديلاتك في البطولة الجديدة يعني بس يعني مجرد وجهة نظري يعني. أستاذ محمود برضو ماتش مودرن ومودرن فيوتشر وبيراميدز ماتش صعب ماتش صعب واعتقد النهارده كان في نداء يعني من اخواتنا واصدقائنا في نادي بيراميدز بيقولوا يعني بيطالبوا جماهيرهم اللي بالملايين اللي موجوده في الامارات ان هم يكونوا موجودين في المباراه من حقهم نتمنى من حقهم طبعا ان هم يطالبوا جماهيرهم وده شيء كويس يعني ده نداء يعني يا رب ان شاء الله تبقى يعني انا عايز اتفرج انا عايز اشوف عايز اشوف الجماهير موجوده هنشوف بس بكره شكل يعني. الجمهور عامل ازاي في الملعب مباراه صعبه بيراميدز طبعا يمتلك عناصر مميزه جدا عنده رغبه وطموح هو الفريق الوحيد في الفرق الاربعه اللي ما حصلش على اي لقب من الالقاب يمكن فيوتشر عنده كاس رابطه قبل كده سيراميكا عنده كاس رابطه طبعا بعيد عن النادي الاهلي فاعتقد انه هيبقى عنده دوافعه الكبيره جدا انه يحاول يخرج من هزيمه سان داونز بانه هو طبعا قدام فيوتشر وفيوتشر كمان عنده ازمه مع بيراميدز انه خرجه من الكونفدراليه او طلع وصعد على حسابه البطوله في العام الماضي فاعتقد هنشوف مباراه مختلفه بس انا شايف انه يعني الاوراق على الورق والكلام ده هي لصالح بيراميدز الكوره كل شيء فيها وارد وكل شيء فيها يحدث فيوتشر عندها عناصر مميزه انا عندها طبعا عندها عناصر مميزه وممكن تعمل مفاجاه ويكون اول طرف للنهائي فاعتقد ان احنا هنشوف مباراه مميزه هنشوف مباراه كبيره اتمنى للسوبر في شكله الجديد نستمتع بشكله يا رب بالظبط نشوف الجماهير اللي بالاه ان شاء الله الجماهير نشوف حاجه كويسه نشوف حاجه بتقول ان احنا عندنا عناصرنا زادت فرص المنافسه صحيح. في مسابقه الدوري والكاس ففي مباراه متوقع انها تبقى مباراه جيده يعني على المستوى ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله يا رب نتمنى كل التوفيق وبالمناسبه كهربا كده كده يعني دي بطوله غير البطوله فبالتالي كده كده هيبقى موجود علشان برضو بعض الناس بعتالي فبقول لهم يعني دي حتى لو مش هو مش حتى لو موقوف دي بطوله غير بطوله الدوري هو كهربا موقوف في الدوري فقط فيعني كده كده ان شاء الله يكون موجود مع الفريق نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ان شاء الله وبرده المباراه دي عشان تبقوا حضراتكم عارفين لو انتهت بالتعادل ايجابي او سلبي ستذهب الى ركلات الترجيح مباشره وليس دون وقت اضافي ده حتى في المباراه النهائيه هيحصل هذا الامر فنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه جدا والصعبه جدا 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 ما تنسوش ان بكره الساعه 7 المباراه وبالتالي الاستوديو التحليلي هيكون مع حضراتكم في تمام الساعه 5 والنجم الكبير كابتن ايمن شوقي ونخبه من محللينا محللي قناه النادي الاهلي يكونوا موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشره لنقل كل الكواليس التي تحدث ما قبل مباراة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ جمال على وجودك معنا. بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ محمود على وجودك معنا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.